مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى لقاء جديد على الإذاعة القريبة منكم مدغجو وبرنامجكم سيدة النساء. لقاء مباشر يجمعنا وإياكم إلى حدود منتصف النهار، فمرحبا وأهلا وسهلا بكل عشاق هذا اللقاء الأثيري اللي كيجمعنا فيكم بكم وكيجمعنا بطبيعة الحال على مائدة الإفطار معكم كأسر مغربية، كنتبادلوا مع بعضنا مجموعة من المعلومات الدينية والاجتماعية. فمرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، وتحية خاصة جدا لكل أباء والأمهات للحظة جالسين مع وليداتهم باش يمكن يتابعوا البرنامج، رغم أنه في بعض الأحيان كتكون مصطلحات صعبة شوية، لكن كنحيي الأباء والأمهات اللي كيعملوا على توضيح المفاهيم لوليداتهم حتى أنهم ما يقعوش في الخطأ وما يقعوش ضحية انغلاق المجتمع. لا حياء في دين لأنه ولا حياء في علم، لأنه الإنسان مفروض أنه يسول ويعرف ويتدبر المعلومات حتى أنه يتفادى الأخطاء في حياته. واليوم كالعادة كل يوم أحد حضر معنا الدكتورة أمل نعمي، واعدة وأستاذة باحثة في العلوم الشرعية. مرحبا بك دكتورة أمل. مرحبا أستاذة سكينة. عواش رمبر كم سعودة، كين شي فاكية كين شي قشة وشي تعارج. الله يدخل علينا بالفرحة والخير والسعادة إن شاء الله تعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى يا رب. إن شاء الله بصيام تاع السوعة وعاشوراء بإذن الله. هذا هو الفرح أكيد عاشوراء أكيد. وعواش رمبر كم سعودات، نعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. أمين بارك الله فيك. اليوم غندير تشوف موضوع مهم جدا للأسف. سمحنا كنشوفوا مجتمعنا مظاهر كثيرة من يعني العلاقات خارج إطارها الشرعي، لكن مي كنتكلموا عليها ربما بزاف الناس ما كيستحضروش حتى يعني نهاية الطريق فين كان أنها توصلهم. سمعنا ناس اللي تشتت لهم شملهم بسبب علاقات مع نساء أخرينات، سمعنا ناس اللي ارتكبوا جرائم قتل بسبب علاقة خارج إطار الزواج، سمعنا بلي بزاف ديال الناس كيعانيوا من مشاكل اجتماعية ومن مشاكل مع الأسرة ومع العائلة، وخاصة المتزوجون كيكون عندهم مشاكل كبيرة وكبيرة بزاف كيف ما قلت، كتقدر توصل للقتل، توصل للانفصال، توصل للشوهة، توصل بزاف الحوايج على المستوى الاجتماعي. لكن اليوم دكتورة أمل حابة أنك توضعينا في ديباجة على يعني الأضرار ارتكاب هذا الفعل اللي كيتزعزع له عرش الرحمن وهو الزنا. يعني شنو هي الأضرار اللي يمكن تنتج عليه، خاصة وكنا كنشوفوا الأضرار الاجتماعية يعني غير بعيد شهر هذا ولا أقل اللي يعني الزوج متزوج وعنده أسرة وعنده وليدات قتل خليلته في السيارة، وبالتالي خلى من مراه وليدات وعائلة يعني متشردة ما عندهمش حل. ونهيك عن المحيط ديالنا اللي كنسمعوه هذه تقاسم مع رجلها لأنه شاف كذا، وهذه راه تفرقات مع رجلها لأنها شافت كذا إلى غير ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان على وجه البسيطة أراد منه سبحانه وتعالى أن يكون إنسانا صالحا وسعيدا في هذه الحياة الدنيا، ورسم له سبحانه وتعالى واحد طريق لمجهزة باش يعيش فيها بطمئنان وراحة وسعادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فبحال الإنسان مثلا اللي كيمشي في واحد طريق سيار، إلا احترم السرعة المحددة واحترم المسار اللي هو فيه واحترم الناس اللي معاه في الطريق غادي يشعر بالراحة وغادي يوصل فين بغى. وأكيد إلا ما احترمش هاد القوانين اللي خاصة بالطريق وكان إنسان فوضوي، لا شك أنه غادي يعرض نفسه للأذى ويعرض الآخرين كذلك للأذى، وغيكون آثم ومسؤول عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل أسباب كثيرة لسعادة الإنسان، من هذه الأسباب أنه جعله الله سبحانه وتعالى جعل له الأسرة اللي كيعيش فيها والعلاقة طيبة اللي كتجمع بينه وبين الزوجة دياله وبين الزوج وزوجة والأبناء كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا الزواج والعلاقة الزوجية هي
رحمة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي مكان السعادة إن شاء الله تعالى الأبدية، لأنها كتستمر بعد بعد الحياة الدنيا إلى الجنة إن شاء الله. وسنواصل هذا اللقاء المفتوح والمباشر مباشرة بعد الفاصل الإعلاني. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدة النساء. تحية خالصة لكم أوفيائنا الكرام أينما كنتم وأينما وجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مازال مواصلين لقاءنا مع الدكتورة أمل نعمي، واعدة وأستاذة باحثة في العلوم الشرعية، ومازلنا نتحدث عن أضرار الزنا، هذا الفعل اللي يعتبر من كبائر الذنوب. فيعني دكتور أمل، كيف ما قلتي، الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة الزوجية من آياته، حيث خلق ما بين الرجل والمرأة المحبة والمودة، لكن للأسف صور اجتماعية متعددة اللي كنشوفوها قدامنا، ربما كيفاش يمكن نحينوها مع الشرع؟ نعم، إذا لاش قلنا بأن السعادة باش تكون في الأسرة خاص يكون واحد الاحترام من طرف الزوج ومن طرف الزوجة لبعضهم البعض، واحترام حقوق الآخر، والترفع عن إداية الآخر. ومن أعظم الأمور اللي كتحقق الإداية هي ربط علاقات غير شرعية خارج إطار الزوجية. هذا الفعل كيولد وكيخلف أثر سيء جدا على الأسرة وعلى الفرد بنفسه وعلى المجتمع، لأنه سبيل سيء جدا، وهذا ثابت في قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني طريقه طريق خايب كثير. فإذا تكلمنا على خيانة الرجل للمرأة، هذا كيولد عند المرأة واحد الحالة من عدم الإطمئنان وفقدان الثقة بالذات وبالنفس، وهذا كينعكس على علاقتها مع رجلها بنفسه، كيولد واحد تغذية راجعة سلبية إلا ما تصرفاتش المرأة بواحد الحكمة والعقل. وكيولد كذلك عند المرأة حالة نفسية من الغضب اللي كتبغي تنتقم فيها من الزوج، وممكن تنتقم بنفس الفعل. بنفس الفعل أحيانا لا قدر الله، يعني كتبغي الزوجة أنها تعاقب رجلها بنفس السلاح، وتربط علاقة غير شرعية مع رجل آخر، وهذا إلا ما كانش حاضر ولا شكل وازع الديني، لأن احنا والله الحمد ما كان بدلوش سيئة بسيئة، لأننا كان عارفوا أن الله تعالى يرى ويسمع، والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالله تعالى راه كيشوف ويرى سبحانه وتعالى ويسمع. فالزوجة تكون مطمئنة جدا إلى أن عين الله عز وجل تراقب، ولكن في نفس الوقت تدعو لزوجها وتجنب كل وسائل الوقوع في الزنا إذا كان هذا الأمر كيتعلق يعني بتضيع حق من حقوق الزوج، باش ما تكونش يعني تكون خارج هي هذا الإطار ديال التأثير أو سبب في خروجه إلى علاقات غير شرعية. ثم العلاقة غير شرعية خارج إطار الزوجية كتضيع حقوق الزوجة في الإنفاق. في الغالب كيولي الزوج كينفق على العاهرة وكيخلي الزوجة دياله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيه من الإثم، كيتكبد واحد أو يجمع كثيرا من الإثم بسبب أنه يضيع أهله وزوجته. والزاني ولا شك مصيره الفقر، بشر الزاني بخراب داره ولو بعد حين، هذا أكيد. ثم على مستوى فراش الزوجية كيتشكوا كثير من النساء من تضييع حقوقهن في العلاقة الحميمية بسبب أن الزوج كيحصل له واحد الاكتفاء مع نساء أخريات، وكينسى أن تحصين الزوجة هو أسمى مقاصد الزواج، وأوجب العلماء تحصين الزوجة كل ما طلبت هذا الحق، أو حتى ممكن أنها ما تطلب شيء لكن تكون في نفسها يعني رغبة ملحة وكتنتظر واحد المبادرة من الزوج ليظهر حبه لها. فهذا حق ثابت شرعا، ماشي كيبقى يعني حسب رغبة الزوج، وإنما هذا حق ثابت للزوجة. ثم مجرد الشك في خيانة أحد الزوجين للآخر كيولد اضطراب كبير في العلاقة بيناتهم، وكيولي الشك هو المسيطر وهو سيد الموقف، وبالتالي كيفتقدوا التجاذب النفسي والعاطفي يعني بيناتهم. ولهذا نحذر إخواننا الرجال من الخيانة، لأنها ولا شك واحد المعصية عظيمة جدا، وكتهدم العلاقة العاطفية والعلاقة علاقة المودة مع الزوجات.
ولو يعني تحاول الزوجة أنها تنسى كيبقى واحد ذكرى سيئة، ولو كيتراجع الزوج وكذا كتبقى واحد ذكرى سيئة كتشوش على صفاء العلاقة الزوجية. تقول المثل المغربي ديرها في نسى ولا تنسى. فيعني لهذا قبل ما يحاول الزوج بناء أي علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى يفكر ألف مرة في عواقبها على الزوجة وعلى الأبناء، إضافة إلى علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء ثابت وهذا هو من أولى الأمور، وخصصا أن الله سبحانه وتعالى أمر بحسن معاشرة النساء. يقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، يعني تنبه الأزواج يقول لهم حتى لكرهتي زوجتك راه عسى أن فيها بعض الأمور اللي في اللي غتكون إن شاء الله تعالى طيبة، خصك غير تستخرجها منها وتحاول أنها تبرزها على على يعني وتطفو على السطح باش كتكون العلاقة طيبة بيناتكم. فإذا كان شيء عيب يصلحوا الزوج والزوجة كذلك كتبذل المجهود عوض أن الأسرة تهدم ويكون مصير هذه العلاقة هو الطلاق. ويكونوا كذلك الأبناء هم الضحية الكبرى. الأبناء هم الضحية الكبرى ويتعرضوا للتشرد، يتعرضوا للانحراف، يتعرضوا لاضطرابات نفسية كبيرة جدا إلى ما لقوش اللي يوقف بالجنب ديالهم. ولا شك أن الأبناء في ظل الخلافات الزوجية خاصة بسبب الخيانة الزوجية كيفقدوا الثقة في إقامة علاقة عاطفية سوية في المستقبل. كيولي عندهم تخوف من ربط علاقة عاطفية يعني في إطار الزواج في المستقبل. ولهذا كتلقى أن الزوج اللي كيخون زوجته في الغالب كيكون هذا الأمر حصل وشاهده ملي كان صغير، يعني حصل مع والديه. إلا ما عندوش واحد الوازع ديني، واحد التربية نفسية عاطفية مشبعة بالخير وبتقوى الله تعالى وبالطمئنان. ثم الأبناء كيفقدوا القدوة الصالحة وكتهتز صورة الأب أو الأم عندهم. فكتقول يعني الأب أو الأم كنقولوا اللي كيمارسوا الرذيلة نقولوا لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم واتقوا الله تعالى في وليداتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما على مستوى نفسية الزوج اللي كيربط علاقة غير شرعية، راه بعد الإشباع الجنسي وذهاب الشوق كيحس بواحد الخيبة أمل، كيكون كيظن أنه غير غادي يحصل واحد السعادة في حين أنه كيوجدها غير سراب يوشك أن يزول متى اقترب منه. فملي كيقرب كيلقى هذاك الشيء راه غير سراب، راه ماشي ماء وماشي حقيقة، يعني ماشي سعادة حقيقية. ثم كيعيش مع نفسه واحد التناقض واضطراب، لأنه لا بدا يكون عنده واحد ذرة إيمان. هاد ذرة إيمان تتخليه تسيق الضمير ديالو وكتخليه تراجع نفسه وكيحس بفضاعة الأمر اللي تقوم به. والزنا كيورث ظلمة في القلب والعياذ بالله، وطمس لنور الوجه. هذا تظهر يعني في المجتمع، هذه من آثار سلبية لعلاقة الزاني بالمجتمع، وكيولي منبوذ من طرف المجتمع، لا يأمنه أحد على أبنائه ولا على زوجته ولا على عرضه. ممكنش يربطوا علاقة الناس مع إنسان اللي هو عنده علاقات غير شرعية، فكيكون منبوذ من طرف الرجال ومن طرف النساء. هذا لكن دكتور أمل يعني نعم. في هذه النقطة في بعض الأحيان كاين نوع من النساء ونوع نعم. من الرجال، حتى لا نسيتني كاين نوع من النساء كاين نوع من النساء اللي كت يعني ما عرفش كيف غنقولها، كتكون عندهم واحد الفرحة واحد الإنجاز إلا قدرت أنها ترافق زوج لامرأة أخرى، يعني من قبيل رغم أنه متزوج راه التفت لي وشافي وربما ربط معها العلاقة. كاين نفس الشيء بالنسبه للرجال، كاين نوع الرجال اللي كيبغي يربط العلاقه مع المراه المتزوجه حتى انه يوري هذاك الرجل الاخر او ينتقم ذاك الرجل الاخر. فانا كاين واحد الاضطراب نفسي نوعا ما، لكن كيفاش يمكن تنبعث له الصوره الدينيه؟ يعني كيفاش يمكن في وسط هذا الاضطراب النفسي يكون واحد الحضور ديني؟ لا شك ان الانسان اللي يعني كيمد فقط غير البصر ديالو الى زوجة شخص اخر هو آثم، ويعني يشوف فيها واحد الصورة اللي هي غير صورة ديال العفة، غير صورة ديال الاحترام، غير صورة ديال الوقار، غير صورة ديال الأخوة، آثم في قلبه قبل ما يدير حتى شي حاجة اخرى. راه آثم لانها هي امرأة كتولي محرمة عليه، عندها هي في ذمة رجل اخر.
والله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان بما في قلبه إذا نتج عنه عمل، إذا نتج عليه عمل. فقبل ما يتصرف ويولي هذاك الشيء عمل، خصو يحاسب نفسه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فغير مجرد ما تجيه الفكرة في الذهن دياله أو في القلب دياله، خصو يتراجع عليها ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويصرف كل الوسائل والأوجه اللي ممكن أنه تخليه يحتك بهذيك الإنسانة أو لا يوقع فيها، يوقع معها في شيء خطأ من الأخطاء، أو لا يحاول أنه يستميلها ويجرها إلى الفاحشة والعياذ بالله. ثم يتقي الله تعالى ويعلم أنه كما تدين تدان، راه إلا قام باستمالة هذيك الإنسانة وحاول يجرها لنفسه، راه حتى هو نفس الشيء غادي يقوم هذاك العمل شي شخص آخر مع الزوجة دياله. ثم هذاك يكون ناتج على قلة الوازع الديني وعلى اضطرابات ذاتية ونفسية، كيكون الإنسان ما عندوش أو الرجل ما عندوش ثقته بنفسه، فبالتالي بالنسبة له الرجولة وثقة بالنفس هو في جلب انتباه الأخريات والنساء الأخريات، باش يقول أنا رأى أفضل من ذاك الرجل اللي انت مزوجة به مثلا، أو لا أفضل من رجال آخرين لكانت عازبة أو لا كذا. فكيحاول ما أمكن أنه يوقعهم في واحد الإطارة جنسية أو لا نفسية أو لا كذا، باش كيتبت الذات دياله، في حين أن إثبات الذات لا يكون بهذا. إثبات الذات ينبغي أن يكون بأن الإنسان يكون فاعل، يكون طائع لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اللي يرضي عليك، الله تعالى اللي خلقك سبحانه وتعالى هو اللي يكون راضي عليك. أنا ذاك تحقق لك الثقة التامة بالنفس والشخصية التامة. ياك الرجل تيبحث على الشخصية، تيبحث على الرجولة، يبحث عليها مع طاعة الله تعالى، يبحث عليها في العمل، يبحث عليها في أنشطة تخدم المجتمع، في أنشطة تخدم الأسرة دياله، تخدم المجتمع ككل والأمة الإسلامية. فإذا هذه الأمور لا شك أنها سيئة وفظيعة جدا. فقلنا بأن الزنا له آثار كذلك، آثار سيئة على مستوى الصحة، كاين أمراض كثيرة مثل الزهري، مثل السيلان، السيدة أو فقدان المناعة المكتسبة. أما على مستوى سيفيليس، نعم سيفيليس وغيرها، نعم على مستوى المجتمع كيكون قدوة سيئة للشباب، كيكون آثم في هذا ويحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللي تيدير شي عمل اللي هو طيب وحسن وكيقتديو به الشباب وكيشوفوه الشباب، راه يكون على يقين أن هذيك القدوة أنه يأخذ أجرهم إلى يوم الدين، كل شيء الأجر ديالهم كيتوضع في ميزان حسناته إلى يوم الدين. والعكس بالعكس، إلا كان قام بسيئة وكان قدوة سيئة للشباب والعياذ بالله، فإنه يحمل أوزارهم إلى يوم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا انتبهوا جدا إلى القدوة في المجتمع، حتى كما يقال إذا ابتليتم فاستتيروا. الأقل كان شي ابتلاء إنسان ريت ما يتوب إلى الله تعالى ويرجع، يحاول أنه يستر الأمر وما يتجاهرش به. المجاهرة بالمعاصي من أعظم الذنوب. ثم كيخلي الشباب عندهم واحد الشك في وفاء العلاقة الزوجية، فكينتشر الشك والريبة في النفوس، وكيكون عزوف عن الزواج أحيانا. يعني الشباب تيقول لك أنا ما كيلاش غادي نزوج، راه غادي نوقع في نفس المشكل، فبالتالي كتخف مستوى الثقة ويحل محله الشك والريبة، وكيولي عزوف عن الزواج. فكذلك أن الزنا كيكون ضحية ديالو شكون؟ الأبناء. الأبناء لأنهم كيفتقدوا حنان ورعاية الأب، لأن الأبناء اللي كينتجوا على الزنا لهم يعني حقوقهم كتكون ضيعة، ومن تلك الحقوق الإرث. فابن الزنا لا يرث، لا يرث. فإنسان ثم كيفتقد الأب دياله، كينشأ في واحد الأسرة اللي كتكفل غير الأم بها، يعني كتكون عواقب كثيرة على المجتمع وعلى الأبناء وعلى أفراده جميعا. فبالتالي خاص الإنسان يفكر 100,000 مرة ماشي غير 1,000 قبل ما يقدم على كل ما يهدم دينه ويهدم كذلك
علاقته بأسرته وبزوجته وبأبنائه. وأكيد يعني دكتورة أمل نعمي إحنا مازال مواصلين معك لحدود منتصف النهار، غنتوقفوا لحظة مع هذه الأنشودة الدينية ورجع لكم مستمعينا الكرام. نستقبلكم على 0522 46 72 50 51 52. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا ماد ام او دي خليو فراغ وصيفطوا الرسالة ديالكم ل 50 80. ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. لحظات ونعود لنغوص. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم سيدة النساء. تحية خالصة لكل الأوفياء اللي كيتابعونا في هذا الصباح دائما برفقة الدكتورة أمل نعمي واعظة وأستاذة باحثة في العلوم الشرعية. فتحية خالصة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما وجدتم. وغادي نمشيو مباشرة على بركة الله، نستقبلكم على 0522 46 72 50 51 52. أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الاس ام اس، غتكتبوا ماد ام او دي خليو فراغ وصيفطوا الرسالة ديالكم ل 50 80. ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. غنمشيو ناخذوا معنا لحظة مكالمة معنا سي مجيد من سطات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام اختي. مرحبا سيدي، تفضل. الله يبارك فيك. على خطيك، تفضل سي مجيد، حنا كنسمعوك. كنشكروك اختي جزيل الشكر على فتحتي المناقشة على هذا الموضوع هذا. مرحبا سيدي. أنا واش ممكن نعاود لك واحد القصة وقعت لي أنا. تفضل. ديال النظر إلى المهم في مجنى شي 3 سنين هذه كان تزوج واحد السيد من الأقارب. وجاب واحد السيدة المهم أنا ما عمرني ما شفتها كاع بتاتا نهائيا، ما عمرني ما شفت الوجه ديالها. واحد النهار بدات كتهز التليفون ديال الراجله وتتصل بيا. لا اله الا الله. اتصلت بيا عده مرات وانا متزوج وعندي جوج ديال الوليدات. والنهار اللي اتصلت بيا جيت عند المدام ديالي وقلت لها راه كاينه كاينه فلانه راه اتصلت بيا وراه شنو كطلب وشنو كطلب وشنو كطلب. المهم استفاد الغدر ديالها وعطيتها التليفون، هضرات معها اون بيرسون. هضرت معها قالت لي هادشي اللي كديري راه ما مزيانش. سيرتو ان هذيك السيده كتربطنا بها علاقه قريبه قرابه وكنعرفوها وكنعرفو المهم بلا ما نذكر لك كاع القرابه اللي كاينه. ورغم ذلك اعتذرت للمدام ديالي وداز شي شهر ثاني وبدات كتعاود تتصل بيا. يعني مصرة عليك. مصرة. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اضطريت انني نسجل جميع المكالمات ديالها نظرا للحساسيه ديال القرابه بيننا وبينا باش لا كما عرفتش انا شي وقت ما كتعرف الوقت شنو مخبيه، ممكن تنزل عليك باطل ممكن. فعلا داكشي اللي كاين. وطرحت الموضوع للوالده ديالي والاخوات ديالي بربعه بيهم كلهم تدخلوا في الموضوع ولا ما بغاتش والو. ما كل مره كدير تخلق عذر وكتعاود ثاني كتتصل بيا. ما قلتيهاش للزوج ديالها؟ ما قدرتش لانه انا عارف الزوج ديالها كيفاش داير. قلت لها ربما قلت للزوج ديالها نقدر ندير شي وقع في شي كارثه اخرى ولا لا حول ولا قوه. اللي قدرت نقول ليه هو الاخ الصغرى ديال الزوج ديالها هي اللي قدرت انني نتصل بها وشرحت لها الموضوع واني ترونسيريت لها جميع هذوك التسجيلات ديال السيده ديال مرات خوها. قلت لها بان راه كتحرش بها وهذا وتصوري الاخت وصلت بها الدرجه لواحد النهار انني كنت تما كاين في البلاد وصلت عليا شداتني صح انا تنجر ويا تتجر. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هاد السيده ماشي في المدينه مثلا ولا هي في لا في الباديه. في الباديه سي مجيد واش كانت عندكم شي علاقه قبل؟ جامي انا نقول لك الان انا مع الملامح دولا ما طراسينش ليا في دماغي ما عمرني شفتها. حضرت معاهم نهار العرس ديالو اللي مشيت معاهم حضرت معاهم داكشي ومن بعد ما بقيتش باش كنشوفها كتشوفني غير من بعيد. واش عندهم شي مشاكل هي وراجلها؟ عندهم مشاكل ربما ذاك المشكل ديالها بينه وبين الراجل هو اللي عجيب هو اللي اثر صار خط ديالها ديالو. يعني والله ما يثير الاستغراب هو انه واحد الجرأة خطيره عند هذه السيده هذه سبحان الله. يعني تقالت للزوجه ديالك ودوات معاها وتقالت لخواتات كل ام ديالك ودواو معاها وتقالت الخت راجلها ودوات معاها وما تعضاتش وما يعني ما توارتش ما خافتش ما سبحان الله عجيب. ما عرفتش انا كيفاش كتصرف هذه هذا علاش انا طرحت هذا الموضوع هذا باش نبين للاستاذه انه راه ما كاينش غير النظره من طرف طبيعه الحال. طبيعه الحال غير تنتكلموا على الغالب وصافي هذا هو. انا تحطيت دي سيتياسيون شي مره غير في الاخر ما عرفتش شنو ما بقيتش عارف شنو غادي ندير.
ما بقاش نعرف غادي ندير. ولات مشاكل كثيره، كتصل الوالد ديالي وصل لي الخبار، وانا مع دارنا ومع خواتاتي، انا ما عمرني شافوا عليا شي حاجه ولا سمعوا عليا شي حاجه بحال هكا، وبدات كتسرب ديك الاخبار بحال هكا، وبدا كلشي ربما كيشك كيقول ربما تقدر تكون. لا حول ولا قوه الا بالله. سي مجيد، حاول انك تجنب هذه السيده ما امكن، البلاصه اللي فيها ما تخويهاش تماما. نعم ما تمشي لهاش. انا دابا الدار كاينه في نواحي ديال الصفات، وانا خارج من ما خدام في واحد المدينه اخرى، وتصوري انني باش نمشي نشوف الدار ولاش كتجيني. لا سي مجيد، ملي تمشي تبغي تشوف داركم دي معك الزوجه ديالك، دائما تكون الزوجه ديالك حاضر. مثلا فروغ منا دابا انا وليت كنعيط للدار نشوف واش كاينين ولا ما كاينينش، عاده كنحاول. لا حول ولا قوه الا بالله. هي في نفس البيت مع والديك ولا في نفس المنطقه؟ قريب لينا يعني دوار. باش كتعرف هي بانك انت مشيتي راه غتمشي تشوف داركم؟ باش هي تعرف هما ساكنين تما، فهمتي؟ انا وليت كنستغل هذيك الفرصه انهم يكونوا ماسيل شي قونت ولا غادي لبلاصه بحال هكا باش يخويو داك التيكتوك. لا دابا ربما اذا كنت البيوت مفتوحه يعني كيبان شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش. فعلا نعم. تهددني حتى شي حوايج اخرين، تقول لي المهم راك عارف هذاك الاعمال، تقول لي انا غادي الشعواده وهذه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا وليت كنخاف على راسي، ما نكذبش عليك، وليت كنخاف ان راجل هذا تصور لدرجه انني وليت كنشك في اي حاجه، يقدر غير الراجل يقول لي السلام عليكم ولا يبغي يمشي معايا القهوه ولا شي حاجه، كنخاف باش كنقول ربما تكون في راسه شي حاجه، ولا هو عارف، ولا ربما تكون مسوف يكون عنده بحال هكا شي شك كل شي حاجه، ونعود في مشاكل اخرى. لا يعني سي مجيد انت واضح يعني. انا بعدا كنحييك، الله يعطيك الصحه انك دويتي مع مراتك وقلتي لها شنو كاين، وجميل جدا يعني رجال خويا ما يتجرؤوش يديروا واخا يكونوا ما دايرين والو، يعني جميل جدا انه الثقه بينك وبين الزوجه ديالك الله يخليها ليك والله يخليكم لبعضكم، وانك صارحتيها وتكلمتي معها ودويتي معها وقلتيها لداركم، اذا انت ما عليك حرج. بالعكس ربما انت المشكل اللي عندك دابا هو انها بقات تنتقل عليك، وليتي كتشوف بلي كاع الناس ربما كيشكوا فيك، ولكن انت سبقتي النيه الطيبه، انت ما يعني انت وضحتي الامور وما خليتيش شي لبس ولا شي حاجه اللي يمكن انها سي مجيد دابا الدور. نعم الدور ديالك اللي غادي تقوم به انا مني قلتها للوالده ديالي والاخوات ديالي وهذا، وانا مسجل جميع المكالمات فيما كتهضر معايا كتبرأ منها، ومشات عندها الوالده وقالت لها اش كدير هادشي، قالت لي لا راه هو اللي كيتصل بيا، هو اللي كيغريني، هو اللي كيدير ليا. انا اللي غنصحك، قلت الوالده جيت تسمعي كاع هما كاع المكالمات ديولا هما عندي هما سمعين كاملين. اللي غنصحك السي مجيد هو انك انت غدير دور ديال الدفاع ديال الهجوم، عفوا عوض انك تبقى تدافع على نفسك غدير الهجوم، ولكن واحد الهجوم من شكل اخر، انت غتكون فاعل في ان هذا المشكل يتحل. كيفاش غادي تحاول هذه السيده تصلح بينها وبين راجلها؟ غادي تقدم نصائح لعائلتها كما قلتي، تكلمتي مع الاخت ديالها، تكلم حتى مع الاخ ديالها الا كان يعني اضطريتي انك تكلم مع الاخ. تكلم مع اخت الزوج ماشي اخت ديالها. هذيك اخت الزوج اللي قال لها اللي شهدها زعما على شنو وقع. نعم اذا غيتكلم مع اخت الزوج، وفي نفس الوقت يتكلم حتى مع الاخت ديالها هي وعائلتها هي، الا كنتي كتعرفهم حاول تمشي عندهم وتحاول تنصحهم وتقول لهم ها شنو كاين وشنو كاين، لان هاد الامور هذه غادي تتفاقم. لا قدر الله هاد السيده غتوقع في شي جريمه اخرى وزينه وتمشي مع شي شخص اخر، لانها اللي كتخون زوجها مع نعم مع شخص واحد ممكن انها تكرر هذا الامر. فقبل ما توقع يعني ناخذ واحد اجراءات استباقيه، قبل ما توقع اي حاجه حاول انك تمشي وتخبر لاقرب الناس ليها اللي يقدروا ياثروا فيها ويقدروا كيف تنقولوا يرجعوا لها عقلها شويه. وغادي تجنب انت كل الاماكن اللي فيها، وحتى الرقم ديال هذا الهاتف اللي اتصلت ما تجاوبهاش، الرقم ديالك انت حاول تغيره، ثم غير مجرد ما تلقاها هي قطع يعني عليها، ما تدخلش معها في حوار، ما تدخلش ابدا معها في حوار نهائيا. ولا كان في البيت ديالو يخلي الزوجه ديالو تجاوب، يعني حتى انها تستحي إذا أرادت إنه عليها هذه ما كتحشمش. ما شاء الله ما سبحان شاء الله. فاش يكون ضعف الوازع الديني ويكون خوف من الله تعالى شوي ضعيف، فهنايا ممكن تجي أي أفكار. فهي ربما معجبة بهذا الشخص وعندها مشاكل مع الزوج ديالها، ما حاولتش أنها تحل المشاكل، لكن يعني إمساك بمعروف أو تسريح. يعني دكتورة أمل في هذه النقطة بالضبط. ما شاء الله خلى هذاك دوخاتني عجيب جدا، يعني هذه الجرأة كيفاش يمكن الإنسان يجرب هذا الشيء؟ ربما ناس اللي كيوقعوا في هذه الأخطاء، يعني كتكون علاقة مرة مزوجة مثلا كتعرف على شخص اخر او شي حاجه بحال هكذا،
فكتكون كتقفقف ومخبيه وحالتها حاله وعندها مشكل الى غير ذلك. هذه بجهرين وعلى عين كما كنقولوها ابن عدي، يعني عجيب جدا ما شاء الله. وهذا الامر كان حاصل على امراه العزيز ما عرضتش نفسها على سيدنا يوسف عليه السلام. وكنا تكلمنا ان كيفاش يوسف عليه السلام كان عفيفا متعففا، وهي كانت امراه العزيز ذات منصب وذات جمال وزوجة يعني اكبر رجل في الدوله الى غير ذلك، مع ذلك يعني حصن نفسه منها عليه السلام وابتعد على كل ما يؤذيه وكل ما يغضب الله تعالى. وفي نفس الوقت ما كانتش غير هي، من بعد انضموا لها مجموعة نساء، يعني كان واحد الفئة كبيرة وعريضة من النساء اللي سيدات المجتمع واللي كانوا عرضوا نفسهم على يوسف. نعم، وهذه الفكرة يعني أو هذه المسألة هذه تتكرر في أي مجتمع مادام حصلت في بني بشر، البشر ديما هما هما. نعم. والنفس ديالهم هي هي، ونسأل الله العفاف والكفاف. فبالتالي الزوجة ديالك لو أنها تلتقي بها وتهضر معها تهضر معها نعم صعب. صعيب. لا تهضر معها باش تخرج ليها نيشان، هي صعيبه غير الانسان بشي حوايج اخرين صعيبه شي شويه. لا يعني يقدر يكون مثلا بحضور، يعني الزوجه ديالو راه كانت حكيمه جدا، يعني الزوجه ديالو كانت حكيمه جدا. انا كنحييها لانه فطيتها فاش كيعطيها التليفون يقول هاد السيده كتحرش بيا ودوي معاها وتقول لها على الشيطان واش هادشي كديري، يعني راه زعما هاد المراه هادي ديرها تاج فوق راسك الله يخليها لك، حكيمه جدا. وحده اخرى راه ما غاديرش هكا، وحده اخرى ما غاديرش هكذاك، وتكون امراه صالحه اللي تكون الغرض ديالها هو اصلاح هذيك البيت وتنقذ هذيك العلاقه ديال داك السيد المسكين. ما في خبره حتى شي حاجه، ما عرف والو. هاد كنصحوا السيدات اللي عجبها رجلها ولقات ما تصلح معاه مرحبا، ما عجبها شيء ممكن انها تطلب الطلاق. نعم، يعني وما تعداش حدود الله. نعم. ما تعداش حدود الله مزيان، وتخلي عرض الزوج ديالها حتى هو يا مصران. نعم، وما تدخلش لاي حاجه، وتطلع عند الشيطان وتستغفر الله تعالى وتذكر الله عز وجل وتصلي وتبكي على الله تعالى وتطلب من الله سبحانه وتعالى انه يصلح ليها زوجها. ربما هي معجبه بهذا الشخص وربما كتبغيه لا ادري، ولكن ليس مبررا هذا بانها ترتمي عليه بهذا الشكل وهي امراه محصنه متزوجه. نسأل الله تعالى أنه يهديها، ونسأل الله تعالى أنه يرد بها إلى دينها ردا جميلا. نتمنى خير السمجيد، الله يخرج طحو على خير. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. فبالتالي إلى اضطر، أنا قلت أنه يقدم لها النصيحة من طرف الأقارب ديالها، لأنه هما اللي غادي يقدروا يلحشوا منهم، يحكموا فيها شي شوية إذا كانوا كانت كتستحي منهم طبيعة الحال، هما اللي يدخلوا إذا كانت كتستحي منهم. نسأل الله تعالى لها الهداية إن شاء الله. فاصل إعلاني نسترجع التوازن ديالي وراجعين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام مع علامة غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدة النساء. تحية خاصة جدا لسي مجيد مسطات، نتمنى وربي يدير له التاويج الخير يا رب، يعني والله ورطة صعيب شوي إذا نتعامل معها. فأكيد أننا مواصلين ومستمرين معكم مستمعينا الكرام، وغادي نمشيو نستقبلكم دائما على 0522 46 52 51 52. ايضا يمكن لكم توصلوا معنا عبر الاس ام اس، تكتبوا ماد ام او دي خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 5080، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. ناخذوا معنا لاله سعيده من مارتيل، مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفكم بخير؟ الله يطول عمرك لاله. الحمد لله، الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا لاله يخطيك. الله يعطيكم الصحه. الحقيقه ما بقى لنا ما نقولوا من بعد هذا الشيء اللي قال لا اله الا الله. المنكر بدا مشي عليه يدو رجلو. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم انا هذا الموضوع هذا صراحه استفزني بزاف، حيت الزينه انتشرت بواحد الشكل هيستيري. الناس كل شيء بقى كيزني الله يحفظ في كل شيء، يا الزينة كاينة في الشات، كاينة في مسائل الإلكترونيك، الإلكترونيات، الفيسبوك، هاد شيء كل شيء رجع منكر منكر ماشي اللي يدو رجله. درجة أنه هو بدا كيفرق الأزواج على الزوجات ديالو، من خيانة كثرت، تفريق هاد الأبناء، الأمراض النفسية اللي كثرت في الأبناء، هاد شيء كل شيء اللهم إن هذا منكر. فين ماشيين؟ أين هو الوازع الديني؟ فين هو الخوف من الله تعالى؟ واش ما بقيناش كنراعيو الدين ديالنا؟ ما بقيناش كنشوفوا الله؟ ما بقيناش كنراعيو الآخرة؟ لا حول ولا قوة. اللهم إن هذا منكر صراحة، هذا الشيء هذا كيستفز الإحساس، كيخلينا نتعصبوا وكل شيء صراحة. والله إلا سعيدة، يعني القصة ديال سي مجيد بقدر ما استفزتني بقدر ما 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 شر البلية ما تصرفت لي ما تصرفت لي، يعني ما ضحك ما نقولش ضحكاتني، مبهراتني لدرجة أنه كيصدر عليا كنقول أو ما يمكنش، يعني عجيب جدا صراحة. بكتني فهمتي لأنه عجيب نسمعه بحال هادشي، يعني ربما هو الصدمة
كيجي غريب كيجينا غريب فوالا كيجينا غريب كيجينا غريب صراحة سيدة ما كتساقيش الله كتمشي كتصل براجل متزوج ويا محصنة واش هذاك الراجل اللي عندك في الدار شنو هو ديكور لا حول ولا قوة الا بالله واش ديكور اللهم إن هذا منكر صراحة ما تقدرش تستوعبها وكيقول لك لا الخيانة بالرجل وضد المرأة نتقبلو بالرجل وما نتقبلوش ضد المرأة الصراحة راهم خيانة خيانة بطبيعة خيانة ما عندهاش شي حاجة خصوصا ملي كتجيو إنسان متزوج تجي الخيانة كتفرق الأزواج كتفرق الديور والله العظيم إذا كتفرق الديور أكيد وي أنا شفت حالات ديال الناس مساكين حالات ما نقدرش نوصل لكم الديور كيف أنهم الناس متدينين تصور الراجل قطع حتى الصلاة بقوة أنه هو الدار ديالو لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ماشي منكر هذا ماشي زلزال دخلت من الدار لا حول ولا قوة إلا بالله عن طريق ياش عن طريق الفيسبوك عن طريق التليفونات أنا كنقول زعما الإنسان يتقي الله يخاف من الله تعالى أكيد رحنا عن مورانا الحساب ومورانا العقاب صحيح يستحضر الإنسان هاد الأمور بقى كيشوف مراته بقى كيصرف على غالية أخرى اللي ما كيعرفهاش غير عن طريق الشات أخرى كتبيع راسها وكتنشر الصور ديالها وكتحملهم في الفيسبوك اللهم إن هذا منكر واش حنايا تجارة للبيع ما شاء الله للأسف حنا نساء محصنات هاتفات خصنا نتقي الله تعالى نعم في نظرك دكتورة نعم. هاد الحالات هادوما شنو غادي يقولوا امام الله شنو غادي يقول الله تعالى من يوقفوا بين يديه للحساب والعقاب ما غادي يتحسبوا شيء اكيد اكيد الله تعالى غادي يكون مراته ما عطيتيهاش لقمه العيش علاش حيت هو كيخاطي مع وحده اخرى حيت هو ماشي عند وحده اخرى كنعرف حالات دكتورة والله العظيم اذا المراه هذيك الزانية والعياذ بالله واستغفر الله على هذه الكلمة اقتحمت بيت المحصنة لا حول ولا قوة الا بالله لا انا دخلت لدارك وحيت باغا راجلك لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله هذا منكر وهذه جرأة هذا جرأة حيت الزوج هو اللي فتح لها الباب لا يعني لا سعيدة دابا واش كتقوليها في تعبير مجازي ولا في الواقع لا انا كنقول لك هذا الشيء في الواقع هذو حالات دخلت عند السيدة لدارها وتقول لها انا بغيت راجلك دخلت عندها الوسط الدار تصوري المحصنة ما قدرتش تهضر حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم شفتها كتولد وما حسيتش هذاك الانين وهذاك الالم ما صرختش بقدر مني جات عندها هذيك السيده من قلب دارها تقول لنا باغا راجلك انتينا راجلك كيقول لي فيك وفيك 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 واش هذا منكر ولا لا ما شاء الله تصور حسبي الله ونعم الوكيل من صوم هذه السيده هذه كيفاش غادي يكون الهول ديالها على القلب ديالهم يوم القيامه لا لا اله الا الله من رسول الله واش هذا منكر ولا لا اكيد هذه من اعظم الكبائر اعظم الكبائر قراو صوره الزلزله عليهم هادو جبابره في الارض صحيح الفساد هذا فساد في الارض فساد في الارض يسيحون في الارض فسادا اللهم ان هذا منكر صراحه ان الدموع ديالي والله العظيم وقفت عيني بيضتي في الزاكي وهذا هو ديدا المؤمن صحيح يعني اليوم ربما قصص عجيبه جدا احنا كنشكرك بزاف لاله سعيده على هذه الحرقه ديالك كلمات طيبه ومعقوله جدا جدا يعني لخصتي ربما اي حاجه يمكن اننا نقولها اليوم الوزير الديني يعني خصو يكون حاضر احنا مسلمين ما خصناش نكونوا مسلمين غير بالاسم خصنا ضروري ما نستحضروا ايمان بالله سبحانه وتعالى والخوف من الله تعالى والخوف من يوم البعث ويوم الجزاء اننا غنوقفوا امام الله تعالى وغناخذوا الكتب ديالنا وغادي يكون فيها في صحيفه الاعمال مكتوبه الاعمال ديالنا فاي واحد كيبغي يشوف صحيفه الاعمال ديالو مليئه يعني بالخير مليئه بالحسنات عوض انه يشوف يعني السيئات والكبائر ويكون وبال عليه يوم القيامه يكون سبب في طرحه في النار والعياذ بالله فهذا لا شك أنه عقابه يعني في الدنيا وفي الآخرة سيء جدا يعني دكتور حمل تفاجئنا لقصة مجيد كيتزاد هول الصدمة كيفاش يمكن واحد الإنسان تجرأ وتدخل عند مرة أخرى لبيتها يعني لدارها تقول لها بغيت راجل يعني بكل بساطة أصلا يعني الزانية لها وقاحة ولها جسارة وعندها واحد الجرأة اللي هي غير مسبوقة فبالتالي هي غرضها في ذاك الراجل وفي ذاك يعني ممكن دير أي حاجة ممكن دير أي حاجة فبالتالي هي بغات تهدم نفسية هذيك الزوجة وتخلق مشكل كبير بينها وبينه باش تقول لها بأن أنا يتيف الظن عليك وأنا رانتي أنا أحسن منك من كذا وكذا وكذا فبالتالي كيخلو لها الجو تيولي يعني ذيك المسار ديالها سهل
أو ممكن أنها تستعمل وسائل أخرى مثل الشعوذة والعياذ بالله. لا حول ولا قوة. خاصة كنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على كل من يتجه إلى هذا الشرك إلى هذا الأمر. خاصة في هذه المرحلة في هذه الأيام لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقولون بأن هذه الأيام كيستغلوها في الشعوذة وفي الشرك. نسأل الله تعالى أنه يتوب عليهم توبة النصر. ولا يفلح الساحر من حيث أتى. يعني إذا راك يكذب على راسه وكيأدي ناس أخرين ما داروا له والو. إن الله تعالى لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك بالله كاين دارج تحته الشعوذة والكهنة والعرافين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما تيبقاش في دائرة المسلمين المؤمنين وإنما كيخرج بأعماله إلى دائرة الكفر. لماذا؟ لأنه كيحيد واحد الثقة بالله سبحانه وتعالى واحد اليقين بالله سبحانه وتعالى بأنه هو القادر هو الذي يفعل ما يشاء. فإنسان ما عليه إلا أن يتوجه إلى الله إن أراد شيئا في أي أمر من الأمور. ولو تيقول لك إنسان أو المرأة كتقول لك أنا كندير غير الخير بغيت غير شي حاجة اللي تجلب لي مثلا زوجي هذيك راه حتى هي شرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التولة قال التولة شرك. ما هي التولة؟ هي شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. أي حاجة كديرها المرأة باش يعني راجلها يولي كيبغيها ويولي كيشوف فيها وكذا. لا هاد الوسائل المتعلقة بالسحر وبالكهنة وبالعرافين وأنه يخبرهم على الماضي والكهنة يخبرهم على المستقبل كلها من أعظم الشرك وأعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. استغفر الله. فالمسلم يترفع على هاد الأمور. المسلمة تترفع على هاد الأمور. وحتى اللي مشى عند الكاهن أو العراف ولم يصدقه بما يقول بغى مثلا غير يمشي ويحب استطلاع لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. هذا غير لي غير مثلا قال غير ضحك كنت في الله. لا أبدا. هذه الأمور متعلقة بأصول الإيمان متعلقة بإيماننا بالله سبحانه وتعالى. ما كنلعبوش فيها وما تنضحكوش فيها. نعم. لأنها قد تجر يعني قدم الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. فبالتالي خاصه يتراجع وخاصه يصحح إيمانه ويصحح يقينه بالله تعالى ويتعرف إلى الله تعالى. ليش يمشوا عن المشعوذين؟ ليش يمشوا عن السحارة؟ إما لأذى الخلق أو لا أنه يجلب في مصلحة له. هذا اللي تيمشي باش يجلب لنفسه مصلحة إما مثلا رزق يصيبني إلا ما كتب الله. نعم. أو لا أبناء أو لا هذا. شكون لك يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يرزق. لو أن هذا الإنسان يعرف يقينا أن الله تعالى رازق أن الله كريم أن الله قادر سبحانه وتعالى لما فعل هذا الفعل. نعم. هناك يعني اختلال ديال يقيننا بالله سبحانه وتعالى ومعرفتنا بالله عز وجل. يعني وربما أنا في النقطة دكتورة أمل يعني حتى المرأة راه مثلا اللي كتقول لي كندير هادشي باش نجلب الراجل واحد مثلا مغربي كيقول المراه اللحلاحه غلبات المراه السحاره. معنى انه التعامل ديالك واللطف ديالك ويقينك بالله سبحانه وتعالى والتحبب للزوج ديالك وديري داكشي اللي كاين في السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم واللي امرك بها الشرع واللي امرك بها الدين راكي ماشي غتجلبي الزوج ديالك غادي ربما غادي تستحوذي على الزوج ديالك. فما ادراك بشخص اللي ربما كيفكر بهذه الامور هذه لان هذه امور توفيق من الله تعالى. وشكون اللي توفقنا هو الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش شي واحد يعطيك شي حاجه الا ما بغاش الله تعالى. الله عز وجل هو المعطي وهو المانع. فإلا مشيتي عند العراف عصيتي الله تعالى وشركتي بالله سبحانه وتعالى غيعطيك العراف شي حاجه شوافه غتعطيك شي حاجه الا ما عطاش لك الله عز وجل. ابدا ابدا. نتوجه الى الله سبحانه وتعالى. عندنا مشكل عندنا خلاف زوجي خلاف مع الابناء اي مشكل المشاكل نتوجه الله تعالى بالمساله سبحانه وتعالى نساله عز وجل وندعوه سبحانه وتعالى ونتحين اوقات الاجابه وغادي الله تعالى يستجب لنا الدعاء ان شاء الله باذن ونجنبوا اي شيء اللي كيضر بنا او اللي يضر بالاخر. اكيد. نستقبلوا بقيه المكالمات. معنا لكوثر من سيدي قاسم. مرحبا بك لالا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو مرحبا تفضلي لالا كوثر. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا لالا. لا سمح لنا غير مع المكالمات. اي مكالمات تفضلي لالا. لالا كاينه. مرحبا بلالا. صباح الورد تفضلي. صباح الخير دكتوره. صباح النور. مرحبا انني نهضر معك اليوم. مرحبا شرف لينا بارك الله فيك. عفاك دكتوره انا تعرفت على واحد الشاب تقريبا عامين ونص. نعم. والحمد لله يعني بينات واحد الاحترام كبير اللي كنتمنى يكون ما بين كل الشباب. نعم. المشكل فين كاين انه تيدير في حوايج كيجرحني بهم بلا ما يحس انه كيضرني بزاف في حوايج ما تيقصدش. هذا هو المشكل اللي كاين بيناتنا. نعم. خاطبك بحالاش؟
لا جا للدار ما طلبني، ولكن باقي ما سهلش الله باش ندير الخطبه ولا العرس. شنو هي هاد الامور مثلا اللي كضرك؟ يعني ماما بزاف بزاف بزاف. يلا غير وحده بوحده. يعني مثلا كيدير شي تصرفات كضرني انا بلا ما يحس هو. نعم. ما عرفت كيفاش نصح لكم. انت بالنظر انا يعني حساسه بزاف، انا لواحد الدرجه ما كتصورش. واش غير انت اللي حساسه ولا هاد الامور مثلا كتقدر تبان للعائله ديالك، كتبان للاسره ديالك، كتبان لا لا غير بيني وبين هادشي. نعم. سناء هاد الامور هادي خاصك تشوفي، تجلسي مع راسك وتفكري مزيان وتحاولي تكتبيها، تقولي واش هاد الامر اللي كيدير هو كيستحق انني انا نتقلق ولا ما يستحق شيء. غتشوفي واش هو كيتعارض مع الدين، واش هو كيتعارض مع قيم ديال المجتمع، واش هو كيتعارض مع حقوقك يعني كمخطوبه، ومن بعد غتولي زوجه ديالو. فكري من بعد ملي غتولي مزوجه به واش الا دار هاد الامور غتقدي تحمليها ولا ما غتحمليهاش. شي الا شفتي نفسك بانك ما تقديش تحمليها، فمن الاحسن من الان تكون الامور واضحه، صارحيه الى غيرها مرحبا، ما غيرها شيء راه غتبقي دائما في المعاناه. دابا كنهضر معاك يقول لي ما نعاود ندير ديك الحاجه وكيعاود يرجع لها وكيعاود عاوتاني يديرها بلا ما يحس. انا قلت لك انا يعني ما صرحتيناش بها، ولكن هذا هو المقياس اللي غنعطيك المقياس. نعم. هو انك غتعرضيها على الدين، الا كانت شي حاجه مخالفه للدين راه لا 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 الحمد لله ما شي حاجه اللي كتخالف الدين، ولكن غير تصرفات هي بسيطه في نفس الوقت ولكن كضر. كيكون مثلا عدم اهتمام منه او شي كلمه تيقولها لك شي تجرحك او لا شي حاجه بحال هكذا. ما كيكونش قاصده، هذا هو المشكل. يعني بالنسبه له هذيك راه كلمه عاديه وتصرفات عاديه، ولكن انا كضرني بزاف. شحال من واحد ما تيكونش قاصد شي حاجه ولكن راه تؤتي اثارها، فكتادي الاخرين بلا ما يشعر. فبالتالي علاش الاسلام امرنا باننا كنحتكموا لاحكامه، كنحتكموا الاحكام اللي كنقولوا واش هذا الامر هذا الا قلته غادي ادي الاخرين ولا ما غاديهم شيء. هذه الكلمه هذه نوزنها قبل ما نقولها، نوزنها جيدا ونشوف الاثار ديالها، ماشي غير نجي ونتكلم. راه الكلام واللسان انسان راه محاسب عليه، عندنا ملك على اليمين وعلى الشمال تيسجلوا. لا سمحت دكتوره. نعم تفضلي. عافاك تقدر ترجعوني للصندار حيت عيطت السنه للصال ضروري. عافاك. نعم واخا تفضلي. حنا شكرا غادي نرجعوك عند وفاء، وغادي ناخذ معايا بعض الرسائل اللي توصلنا بها، اولا ناخذوا معنا المكالمه نحرهم ونرجعوا للرسائل. معنا ام نور من فاس، مرحبا بك لالا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. دكتوره كنشكرك على البرنامج. الله يبارك فيك. كاينه ديما كنصنت لكم وكنتمنى نشارك معكم، وهذا النهار الحمد لله عبد الحمد لله الفرصه. مرحبا استاذ. دكتوره انا غادي نبدا معك من حيث هاد السيده اللي ما قبل هادي قالت واش هذاك الراجل اللي عندها في الدار ديكور. مع الاسف دكتوره كنلاحظوا حنا انا كنهضر على ما هو كائن ماشي على ما يجب ان يكون. ما نلاحظ في المجتمع اللي هو كاين اللي هو واقع، مع الاسف كنلاحظوا ان بعض الرجال فعلا راهم ديكور او الساده، لان الرجل اللي ما غاديش اللي واخده الخدمه النهار كامل واخده العمل توت لا جورني، ما كيشوفش المراه، ما كيعرفش شنو خصها، ما كيتعرفش على احتياجاتها، ما كيتعرفش على كيف اليوم كيف غدا كيف بعده كيف السبت كيف الحد كيف توت لا جورني بحال اش كتنتظري من هاد المراه دير غادي زعما شنو. وهذه المساله هذه اللي كنقول انا كنظن راه ماشي اي وحده كتشكى منها، هذه كتشكى منها النساء يعني ديال الرجال اللي كيكون عندهم شويه المسؤوليه في المجتمع وشويه ديال والخدمه ديالهم الواجب الوطني سيفري، ولكن كاين حتى واحد الواجب ديال الاسره وكاين الواجب تجاه الابناء وتجاه ديك الزوجه، حتى هي راه عندها واحد الحق وعندها واحد الكيان اللي خصها داك. ام نور واش كتشوف هذه المساله مبرر؟ لا ماشي مبرر ابدا. انا جايك في الهضره يا دكتوره. لا انا كنقول لك شوفي الاسباب اللي كتاديها، يمكن اديها ما كنقولكش انا مبرر، انا ضد وعكس بتاتا ان المرات مشي تعطى للرذيله لان خوفا من الله. بغيت تذكر يعني الاسباب اللي نعم تفضلي تفضلي كنسمعوك. قلت لك الوازي الديني قبل كل شيء خصو يكون. صح. انا كنقول لك الوازي الديني ماشي غير عند المراه، خصو يكون حتى عند الرجل. ويتقى الله اولا في الاسره ديالو في داك الوليدات ديالو في داك المراه ديالو بالدرجه الاولى. نعم. مع الاسف هادشي ما كنشوفوهش دكتوره في المجتمع. نعم. مع الاسف انا كنقول لك ما هو كائن ماشي ما يجب ان يكونوا نهضروا
ما يجب ان يكون ايه كنقولوا كذا وكذا، ولكن حنا كنقولوا اللي هو كاين، المسائل اللي كنشوفوها في المجتمع. ثم غادي نمشي لك مساله واحده اخرى دكتوره، اللي كنقولوا ان المراه خصها هي اللي تزين الراجل، وخص الراجل يدخل ويلقى المراه ويلقى الابتسامه باش يجي للدار، وباش لا هاد المراه ما خدامهش حتى هي، وما كتلقاش حتى هي مشاكل في وسط المجتمع، وكتجي عيانه حتى هي من الخدمه، وكتجي مازال هو كيجي كيدخل كيجلس قدام التلفازه او قدام البيسي ويجلس ويسميتو ما هي كتدخل الكوزينه بعد المرتب حوايجها كتدخل الكوزينه. هذا واقع حاصل. ثم هذه المساله هذه مساله واحده اخرى الدكتوره، واش كاين شي نص، انا هذا واش سؤال، واش كاين شي نص لا في الكتاب ولا في السنه اللي كيقول بان المراه هي اللي خصها دير داك الاعباء ديال البيت، بينما خص بين بما انهم كيعيشوا بجوج خصهم يتقاسموا حتى داك الاعباء البيت. لان المراه ما نقولوش دابا انها المراه راه النفقه على الرجل، مع الاسف دكتوره راه الرجل تخلى على بزاف ديال المسؤوليات ديالو، راه الرجل تخلى على الرجوله ديالو، راه مع الاسف مع احتراماتي لجميع الرجال، واخا يقولوا الرجال ان كنت تهجم عليهم، انا كنقول الواقع، كنقول اللي هو كائن يعني واحد الفئه قليله جدا 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 اللي بقات سميتها راجل، راه كاين الذكور في المجتمع ديالنا مع الاسف. الذكور ماشي الرجال، لان الرجوله كتقتضي بزاف ديال الحاجات، الرجوله هي صبر، الرجوله هي معامله، الرجوله هي معاناه وصبر في صمت. نعم كاين معاناه صحيح ديال يعني أم يعني ام نور، يعني دكتور امل شرت لواحد جوج نقيطات مهمين بزاف. نعم النقيطه الاولى ديال انه اعباء البيت، فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يقوم البيت ويساعد اهله، وبالتالي من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون تعاون ما بين الزوج والزوجه. نعم وثبت على الصحابه انهم حتى هما بدورهم كانوا كيتزينوا نسائهم، فكما للمراه للرجل حق على المراه انها تزين له وتقاد له وتصاوب له حتى انها يعني تحبب له وتقرب له، لا ميم جوز بالنسبه للرجل خصو يطيب وخصو يت اكيد. الله يعطيك السر، انا كنهضر شتي ملي كتقولي له هاد الهضره هذه كتقول له ثابت هو كديرو غير بحال اللي كان كيدير الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كينس مع الزوجه ديالو، كان كيسابقها وكان كيلاعبها، وكان كيقول كما هذاك الرسول ورا قدوتنا النبي عليه الصلاه والسلام، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. علاش جا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام علاش جا؟ جا باش نكونوا حنا تابعين ليه، باش يكون قدوه لينا. مع الاسف دكتوره اللي كنقتديو به، مع الاسف الرجال ما كيقتديوش به. ما اي ما نعموش لاله ام نور. نعم ثاني. ما نعموش. بعض الرجال. انا شغل اون جينيرال. نعم ما نعموش. كنهضر على بصفه عامه. وزعما سمحوا لي لا انا غير كن لا مرحبا رايك يحترم، غير فقط يعني كاين هكا وكاين هكا، كيف ما كاين اللي كيغدر كاين اللي كي الا مشينا نشوفوا راه نفس المعاناه، النساء يعانين في صمت ما كيهضروش، وكاين النفاق الاجتماعي كيفرض عليهم يسكتوا، ايه السكوت ولو سميت الانسان يسكت على مشاكله هذه مزيانه، مساله في الدين ايه، ولكن حتى ذاك المعاناه راه كتولد ردقتي ولد انفجار، كي قلتيها استاذه في البدايه ديال الحديث ديالك، قلتي ما كيبقاش كي غادي يبقى هذا التقارب وهذا التقارب العاطفي وهذا الانجذاب العاطفي اللي هضرتي عليها استاذه، كيف بغيتيه يكون؟ هذا الرجل انتي كتقولي له كذا هو كيقول لك كذا، انتي كديري له هكا هو كيدير هكا، انتي ما شافي ما يرضي لا، فبالتالي كتولي عايشة لنفسك ولدك الوليدة فقط، كتقتلي حتى الأنوثة اللي فيك دكتورة. ما شاء الله ما شاء الله. الأنوثة اللي فيك كتقتل مع الأسف. أنا في صحيح إلا ما كانش اهتمام من الزوج يعني بواحد الشكل يعني كيوليو جوج ديال الطرق اللي قدام المرأة. نعم ترتضيه المرأة واللي كيشبع نفسيتها وعاطفتها، كيكون أحيانا كتخلى على سلاح الأنوثة، كيولي واحد الإهمال، ولكن حنا ما بغيناش شيء أنها تدخل في هذه الدائرة هذه وتخلى على الأنوثة ديالها وتخلى على سر يعني جاذبيتها للرجل، فبالتالي تحافظ ما أمكن على هذا المستوى هذا وعلى هذا العلو في المكانة ديالها، لا من حيث الشكل ديالها، من حيث الثقافة ديالها، من حيث أخلاقها وكذا. ثم هاد الأمور هذه اللي شرت لها لأم نور نعم حاصلة في المجتمع، أنك يدخل مثلا رجل البيت صافي تعتبر أنه المهنة سالت المهمة ديالو، وخا تكون المرأة حتى هي كانت خدامة في الزنقة، حتى هي خدامة، فمن باب التودد، من باب التودد إلى الزوجة ومن باب حسن معاشرة الزوجة أنه يقدم لها نوع من المساعدة، إذا كان إنسان غير جارك ولا كان غير في الشارع ومحمل بشي حاجة ما فيها باس كتساعدو كتلتمس الأجر من الله تعالى، ما بالك كتشوف الزوجة ديالك كتقطع يعني بين أشغال البيت وبين تربية الأبناء وبين الجري، وحتى ما ارتاحتش من جات من العمل، فهنايا الزوج خصو يقدم واحد يد المساعده ويتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوه. عليه الصلاه والسلام كان يعين اهله، كان يخيط توبه عليه الصلاه والسلام،
وكان يحلب شاته عليه الصلاة والسلام، وكان يعني كي يساعد يكون في مهنة أهله. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ما كانش كي يأخذ الملفات وكي يجلس خدام عليها أو لا. صحيح هذا حاصل، وإلا كان عنده عمل كي يقتضي ذلك في البيت راه ما يمكنش، راه الجود البيت خصو يكون توفر واحد يعني يكون أرضية ديال العمل، امتداد العمل يعني خارج البيت، ولكن يعطي الزوجة حقوقها ويعطي الأبناء حقوقهم كذلك. وعرفتي الرجل إلى عاون الزوجة ديالو كيفاش كتشعر، كيفاش كتحس بأنه سبحان الله كتحس مهتم بأنه يحبها، بأن هنا كيكون قلبها كينشرح كينفتح، وما كيكونش أنه تنقص من الرجل ديالو كما كيظنوا بعض الرجال للأسف. ولكن هاد الشيء راه كيتنشأ التربية منذ الصغار. للأسف عندنا احنا اعتقاد بالأعراف أكثر من نعم الولد ما خصو يدير حتى حاجة في البيت. هاد الشيء تنقيس من الرجولة كما يظن بعض الأمهات، راه هي أم ومرأة وكتربي ولدها هكاك الطريقة، وكتبقى تكلف البنت هي اللي تنوض تسخر على أخوها، هي اللي تنوض تعاون الأم ديالها، هي حتى خدمة الأخت يتولي من يعني من مسؤولية ومن مهمة الفتاة. هاد الشيء ما لم يأتي الله تعالى به بسلطان. الابن والابنة بحال في مستوى واحد في البيت، غادي كل واحد يخدم نفسه الا الا كان طبيعي الحال محتاج. احنا ما تنلغيوش الجانب ديال المودة، هذا يعطي لهذا او لهذا يساعد هذا، كنقولوا من جانب الفرضية والواجب. ما تلزموش ان الفتاة هي مجبرة خصها تغسل حوايج الاخ ديالها، خصها تسخر عليه، خصها والا تاكل خلاها كيف يقول الله. فاذا حتى كتنشأ انها مقهورة، وممكن ان الاخ ديالها يمد يدي عليها او يخاصم عليها الى ما لباتش ليها ديك. لا هو من باب مساعدة الام هذا مطلوب، لا من طرف البنت او من طرف حتى الابن. هذا ما كينفيش مكانة الرجل ابدا في المجتمع. ثم الرجل خصو يلتفت الى حقوق الزوجة وحقوقها العاطفية وحقوقها النفسية وحقوقها الجنسية. هذه أمور ما من خلالها يعني كيحصل مقصد الشرع وكيحصل مقصد الدين في الزواج، اللي هو الغاية منه التحصين والإعفاف لأجل أن تبقى ديك جانب المودة. كما قالت للا أم نور، كيتخلى الرجل على مسؤولياته كاملة، مسؤولياته تجاه الزوجة دياله، ولا طلبته بشي حاجة أو لقات له كذا وعرفاته، إن كان هو خصو من الأول يكون عارف، خل مؤسسة الزواج يكون قاري، ما قراش على مؤسسة الزواج من الأحسن ما يدخلش ليها. أنا هذا رأيي. ونتوقفوا فاصل إعلاني ورجعوا ليك الدكتور أمل. يعني رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدة النساء. تحية خالصة لكل الأوفياء اللي كيتابعونا دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو إلى حدود منتصف النهار. كرحبوا بكم على 0522 46 72 50 51 52. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا ميد ام او دي خلو فراغ وصيفطوا الرسالة ديالكم 50 80 ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. غنمشيو ناخذوا معنا للدينا من فاس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أحوالك طيبة لالا على خير؟ الحمد لله. الله تفضلي. مرحبا. بارك الله فيك. صافي عندي ديال المداخلة ديالي، أنا نهضر على شنو نهضر على واحد السيدة صديقة ديالي. تفضلي. أنا مزوجة يعني مازال ما دايرش العافية على دار الطلاق ديالي، ومعرفتش يعني واش هاد المشكلة هاد الصلاحية ديالي أو لا. الأم ديالي ما كتخلينيش نخرج مع الزوج ديالي، وخوتي والعائلة ديالي كاملين كيقولين لا يعني حتى العاف عاد تخرجي مع راجلك وعاد بزاف ديال الحوايج بحال هكا. رغم هو كيطلب مني شي حوايج، ولكن أنا يعني كنبقى نهضر معاه كنقول له شوف صبر معايا واحد شوية، ما ينطى ما كيبغيش، خوتي ما كيبغيش، وهادي ولي كيقول لي ولا أنت كي مراتي ويعني ومن حقي ندير معاك أي حاجة. ودابا انا يعني ما عرفتش شنو هو الحل اللي غادي ندير، واش نسمع لعائلتي ولا يعني من الرغبة ديال الزوج ديالي. نعم دينا، هو حسب الامر اللي نتوما اتفقتوا عليه، واش غادي يكون الدخول قبل الزفاف او لا بعده. انا الزوج ديالي باغي يعني الدخول قبل الزفاف. لا واش هادشي اتفقتوا فيه يعني من جا تكلم مع باباك وتزوج بيك وخطب عند باباك وعقد مع باباك، واش هادشي اتفق عليه معاه؟ لا ما اتفقش مع هادشي انا. اذا بالنسبه للاب ديالك لا تما شي حاجه غتتم من بعد الزواج باذن الله، يعني من بعد الزفاف.
عرفتيني كاين، ولكن هو يعني ملي كيطلب معايا باش نمشي معاه في الدنيا يسال دارهم وداك الشيء، الوالده ديالي ما كتخلينيش، كتقول لي لا ما تمشيش وما تخليش معاه، يعني حتى العاس بزاف ديال الحوايج هو عاد كيغوت عليا. لا هو مسألة التواصل بيناتكم يكون في مصلحتك، علاش غادي تعرفيه أكثر؟ هذيك يعني العلاقة والتواصل بيناتكم، لكن مسألة الدخول أنا كنصحك تأخريها إلى بعد الزفاف. فيني كان حتى انا، ولكن يعني غير مخدرت يعني نخرج مع الجهه يعني الا ديري ما كتخدمينيش. هما والديك خوفا نعم يعني خوفا عليك وبزاف ديال الاشياء، يعني هما كيشوفوها من بزاف واحد المنظور اللي انت ما غتشوفيهش دابا لانه مازال ما دخلتيش تجربه الزواج. الام ديالك ولا العائله ديالك كيشوفوها من واحد المنظور معين. هادشي كاين يعني انا مشيت. شحال مده انتم هذه باش درتوا العقد؟ يلا هادي شي شهر عين هكاك. درتوا في الفتره ديال الخطوبه؟ شهر. نعم وقريب ان شاء الله تعالى يكون زفاف ولا مازال بعيد؟ لا ان شاء الله قريب يعني. ايوا بقي وصافي ما بقى والو باذن الله. وعندي واحد المدخله عافيه ديال واحد الصديقه ديالي معايا في العمل. هي بنت باقا صغيره فما 29 سنه، وكان تعرف عليها واحد السيد وقال لها بانني انا ما مزوجش. ومن بعد بقات معاه شي مده سنه وكتشفت بانه متزوج، ولكن فاش عرفت متزوج يعني بعدت عليه صافي. قالت ما نواجهش بالحقيقه، ربما يدير لي شي مشاكل عائلية ولا شي حاجه بحال هكا، المهم بعد عليه انا فين عندك السنين. ولكن نفس المشكل اللي وقع عاوتاني، تلاقيت بواحد السيد اللي هو متزوج وفرحه بانه متزوج. قالها لها يعني هذا في البدايه؟ قالها راني متزوج وما نرتاحش مع الزوجه ديالي، ويعني ما كنرتاحش معاها. هي دابا قالت لي انا كنقول لها يعني بعدي باتسي اللي انا متزوج ما كيما ديري بي، شفتي شي انسان يعني جون شي ولد عائله كان زعما صغير ما متزوج ما والو، ولكن كتقول لي خديجه انا ما يمكنش. كتقول واحد السيده خديجه انا ما يمكنليش بانني نحيد من داك السيد، بغيت ننتقم كاع الرجال اللي كيخونوا الزوجات ديالو. كيف؟ كتجي عندي انا ديك السيده كتقول لي راه فلانه قاتلك باغا. لا ماشي مبرر هذا ماشي مبرر. كتقول بلي ما غتفرقش معاه وتبقى معاه على علاقه، فانت دار تنتقم من النساء اللي كيخونوهم رجالتهم. لا ماشي مبرر هذا. كنقول انا لا. وهذا السيد هذا يعني قادر انه يتزوج بها ويدير مراه ثانيه ويفتح بيت ويصرف عليه؟ هذا ولكن هي ما بغاش تزوج به. أما ما تزوج به، إذا شنو هو المبرر؟ لا إله إلا الله. لا إنسان الأولاني يعني قعدت معاه مدة طويلة. ما تنتقم. لا تزر وازرة وزر أخرى. إلا خطأ الرجل الأول وخبى عليها أنه كان مزوج وغدر بها، وهذا لا شك أنه آتم. هذا الأمر كيف هذا الفعل كيف يفعلوه كثير من الرجال، تيكون مزوج وتيخبع أنه مزوج. وحتى كتوقع الفتاة يعني في المحبة ديالو، بعض الحين كيخطبها من دارهم كاع وكتكون للأسف. فثم هنا كيكون آتم ولا شك، لأنه غدر ولانه ما كانش صريح ولانه اذى واحد الفتاه اللي هي خصو يكون صريح معها في البدايه. ربما هي ما تبغيش راجل مزوج. نعم. فبالتالي خصو يكون صريح معها. فبالتالي اذا هذا الفعل هذا ما غاديش نقولوا لها انا مبرر تنتقم، لا بالعكس، تقول الحمد لله انها عرفت هذا السيد قبل ما توقع حتى شي حاجه، وهذا الرجل الثاني الا كانت هي موافقه على انها تزوج به مرحبا، ما موافقة شيء تبعد عليه وتلتمس وطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ويعوضها خير على هذيك الإشكال اللي كان عندها في البداية. نعم. ويرزقها الزوج الصالح إن شاء الله. نخدو معنا مكالمة تالية معنا سي سعيد من مراكش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي تفضل. شكرا لله سكين على هذا البرنامج. بارك الله فيك. كبير الأستاذة نعامي. الله يبارك فيك بارك الله فيك. إذا سمحتي لي عندي تدخل في النقاط. تفضل. أود أن أتدخل في النقطة ديال السيد اللي اتصل اللي قال بأنه السيدة كتحرش به لهذه الدرجة هذه. أنا كنظن بأنه هذه مسألة شوية مبالغ فيها نوعا ما. هي ماشي ما كايناش كاينة. ولكن غير السؤال اللي بغيت نطرحه لهذا السيد يرجع للماضي ديالو، لان هاد السيده هذه تعطاها الدور الخضر في يوم من الايام. ما يمكنش ليها من تلقاء نفسها، وانتم راكم عيالات وكتعرفوا كل شيء. لا يعقل باش غتنوض هاد السيده غدير على هاد السيده هاد الحاله هذه غير هكاك. بون في يوم من الايام كان الدور الخضر تعطى، وهذاك الدور الخضر من بعد عاود شعل احمر، ولكن هي ما تقبلاتوش. سي سعيد راه سالته هاد السؤال، هو قال لك نفى بان اي علاقه كانت عنده قبل. ما كانش نفاها تماما، قال لك يعني ما كانش كيعرفها، ما عمره ما شاف وجهها.
لا ما يمكنش ما عمره ما شافوا جاوا من العائله ديالو كيشوفها وهي قريبه تماما. كاين واحد التناقض ولكن كاينه شي حلقه مفرغه هنايا حيت ما يمكنش شيء فهمتيني. يعني جرأة خطيره جدا من هذه السيده هذه. كاينه شي حاجه اللي غير عاديه هنايا ربما هو تنساها هي ما تنساتهاش ولا ربما اقبل على شيء ما وعاود تراجع عليه ولكن ما تراجعتش عليه. اما باش تقول لي بان امراه غتصل بها جرأة لهذا المستوى هذا كنظن بان هذا شيء مبالغ فيه. وإلا طرات يعني شي حاجه غريبه استثنائيه يعني حاله استثنائيه جدا هذا التصرف لان ما يمكنش لهذه الدرجه انها ما غادي تخاف من العائله ما غادي تعتبر حد الى اخره هذا شيء مبالغ فيه. كاينه شي حلقه مفرغه في مكان ما في هذه المساله هذه. نرجع للنقطه الثانيه وهي المهمه جدا علاش اتصلت. اولا كنشكر السيده ام نور على التدخل ديالها كان تدخل قيم جدا ولكن غير واحد النقطه اللي انا ما نتفقش فيها وانا قلت واحد الكلمه ان الرجال قلال بقاو غير الذكور. انا بغيت نقول لها واحد النقطه مهمه جدا هما رجال الحمد لله المغاربه رجال كاينين رجال ولكن اللي خلى المغاربه الرجال يوليو ذكور هما العيالات في نفس الوقت. اجي سعيد اليوم صراع. لا مساله بسيطه جدا انا نمشي معك باش نفهموا هذه التكلات كلها اللي واقعه في المجتمع وهذه الزينه وهذه المصايب الكحله كلها اللي كتوقع شنو هو السبب ديالها؟ السبب ديالها هي الماده لان حتى واحد فينا ما بقى بغى يعيش على قياسه سمعتيني. حيت هاد المراه هادي مثلا اللي ناتو قالت لك بان بغات المراه خصها تقبل الراجل وتعيش على القياس اللي براسها. حنا هاد العيال حنا بغيناهم تخدموا كاع تجلس في الدار داكشي اللي قسم الله تعيش به. جبدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش الناس كيعيشوا اكثر من جهدهم لان شنو اللي كيخلي الراجل يخرج باش ما يبقاش راجل ويولي دكار. هي المراه بغات الطوموبيل وبغات الفيلا وبغات تقري ولادها بالفلوس في المدارس الخاصه وبغات تلبس مزيان وبغات السفر في العطل وبغات 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 وبغات. هذا الراجل منين غيجيب لها هذا الشيء؟ خصو يخدم باش يلبي لها الطلب باش يقابلها. اما هذا الراجل باش نطلبوا منه كل شيء هذا الشيء خصو يقابل لنا المراه خصو يجيب الفلوس. فإذا كان الراجل كما كتقول السيدة أم نور بأنه لا ذكر فالمرأة هي السبب وهي اللي رضته أنه يكون ذكر بدل أنه يكون راجل. ما لو كان حنا كلنا قبلنا أن الخطأ الكبير اللي كنعيشوا في مجتمعنا الآن وراه الناس كيسمعونا الآن هو حتى واحد ما باقي يبغى يعيش على قدره سمعتيني. كل شيء كاين الانبهار بالمدنية وكاين مبالغة هذا هو اللي خرج علينا ومازال غادي يخرج علينا أكثر غادي نوصلوا او استدعى اشياء اكثر من الزينه الا كان شي حاجه خربتو من الزينه مازال غنوصلوها باسكو طغات علينا الماده وبعدنا على الدين. لا ولكن السي سعيد يعني ملي كتكلم هكذا واش مثلا هذا الثقل اللي ربما المراه كديرو الراجل يمكن تسمح له انه يمشي يخرج ويدير علاقه مع امراه اخرى او للعكس؟ لان هذه المراه شكون اللي فرض عليها تخدم؟ إذا ما قداتش تخدم تجلس في الدار. هي المرأة راه دارت باش تكون في الدار تقابل وليداتها. ماشي بالضروري السي سعيد ماشي بالضروري. ولكن علاش كتشكى؟ إذا قبلات شوف الله يخليك إذا قبلات أنها تخرج تخدم كي خصها تخرج حيت النهار الأول اللي جاية تخدم هي راه المسؤولية الأولى ديالها هي دارها ولادها. حتى واحد ما كيفرض عليها تخرج تخدم ولكن ملي كتخرج تخدم يجب أن تتحمل المسؤولية ديالها. صافي. لا ولكن السي سعيد راه كاين أحيانا كتكون يعني ظروف ديال العيش اللي كتفرض عليها هذاك الأمر. كتبغي بأنها تعيش في واحد المستوى أفضل ولكن يكون توفيق يكون توافق بين الزوجة وبين الزوج بين الحياة الزوجية وبين حقوق الأبناء والأسرة وبين العمل. ما كنقولوش يكون تناقض. أما إلا وضعنا هدف كفة وهدف كفة فبالتالي كنعطيو الأولوية لكفة يعني العلاقة الزوجية والأبناء. ولكن هذا الشيء كله يتم بواحد التراضي وواحد المعاملة حسنة وواحد النقاش اللي هو طيب بين الزوج والزوجة. ما يفرضش عليها أنها تجلس بواحد الشكل هي ما باغاش مثلا. هي كتشتغل ومقتنعة بالعمل ديالها ويقول لها ضروري ولازم يوضع لها السيف على عنقها جلسي من الخدمه مثلا بشكل هي ما راضياهش فغتنتقم ربما بطريقه اخرى. فهنا يكون الامور باللين وبالتراضي وبالحكمه وبالمناقشه العلميه وكذا. نعم سي سعيد مازال معنا؟ مازال معنا سي سعيد. واحد الامر اللي بغيت نسالك سي سعيد كونك كتمثل يعني صنف الرجال. هذا الامر هذا ديال انه عنده مسؤوليات الرجل خارج البيت وعنده كذا وعنده كذا واش مبرر انه يهمل الزوجه ديالو ويهمل وليداته ويهمل المعامله الحسنه واشباع العاطفي والنفسي للمراه؟ ماشي مبرر. ربما نعاود نجاوبك. اشنو اللي كيخلي الرجل دابا هو ماشي نوع من الاهمال لان حتى ذاك الرجل الله يكون في عوانه راه كيفاش نتيقى النهار كله علاش باسكو كثرنا على راسنا
لو حيت رجعنا غير مثلا نرجعوا سنوات للوراء ما كانش هذا الشيء اللي كاين دابا. هذا الشيء اللي بغيت انا تفهمي. نعم. ما كانش كان الراجل كيخرج وكيخدم وداك الشيء، ولكن الطاقه ديالو باش كيخدم نوعا ما واحد الجزء من ديك الطاقه تيخليه لدارو. الان ما نعيشوه في المجتمع ومتطلبات المجتمع والمتطلبات ديال عيالات المجتمع هما اللي خلاو الراجل ملي كيدخل للدار كيدخل مثالي، لان الطلبات وداك الشيء اللي بغات المراه فوق الطاقه ديالو. راه كاين ناس كيجيش خدمات دابا باش يوفر المراه داك الشيء اللي بغات. راه خصك تعرفي المجتمع فاش كيعيش، راه خصك تعرفي الكريديات اش دايرين في الناس، خصك تعرفي الناس اش كيعانيو. راه كاين ماشي غير مجرد انه يدخل الدار باش يعطي الوقت لممكن ولاده، ما كينعس هو اصلا، حتى راحته النفسيه هو مع نفسه ما كيشوفهاش، عاد بالاحرى كيفاش يمكن يوفرها للناس اخرين. لان كثرنا على راسنا بزاف. نعم. وكاين العكس السي سعيد، كاين المراه اللي كتكون راضيه راضيه بمقسم الله غير يكون هو يخرج ولاتي حاليه صور اجتماعيه. مشكور سي سعيد، نمشيو مع فاصل اعلاني وراجعين معكم مستمعينا الكرام. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام مع عالم غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدة النساء، لقاء اليوم مشتعل، مشتعلة النيران. ف والله الهدف من هادشي كله هو اننا نوصلوا للنتيجه اللي نلقاو فيها مجتمعنا مجتمع مستقر نفسيا ودينيا وعاطفيا، لانه للاسف يعني مجموعه من الممارسات كنضروا فيها راسنا قبل ما نضروا فيها الطرف الاخر. يعني الانسان ملي كيقوم بشي تصرفات كيضر فيها راسه قبل ما يضر فيها الطرف الاخر. الوقيته اللي الزواج ما دارش باش يكون مأساه وما دارش باش يكون شر لابد منه، للاسف حتى الثقافه الاجتماعيه كتكرس هادشي. يعني تيقول لك أودي الزواج ايوا شر ضروري خصنا ندخلوا ليه، يعني عجيب جدا. من الاول داخلين بالاسلحه الحربيه وبالنيران الصديقه والغير صديقه يعني عجيب جدا. ناخذ معايا بعض الرسائل اللي وصلتنا، لانه كثير الرسائل اليوم. كتقول سلام دكتوره، كنشكركم على البرنامج القيم، بغيت نسولك الله يجازيك بالخير، واش السيده خديجه ملي تزوجات برسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم كانت بكر، أي لم يسبق لها الزواج، أم كانت متزوجة علما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لم يسبق له الزواج قبل ذلك؟ نعم. سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عندها أبناء، فبالتالي كانت هو زوجها الأول، ومع ذلك أحسنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته في الدعوة وكانت له نعمة السند. فهذا كيعطينا قدوة بأنه ليست دائما المرأة الأرملة أو المطلقة لا تصلح أن تكون زوجة طيبة، العكس، فالمرأة توزن بعقلها وبدينها وبثقافتها، وكانت نعمة الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج حتى توفات عليه الصلاة والسلام، مزوج في حياتها عليها، وكانت هي زوجته الوحيدة، وكان دائما يذكرها بخير، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تصغير من خديجة اللي هي متوفاة أكثر من غيرتها من النساء اللي هنا كنا يعني حيات، كان يعني في حياتهم. نعم نعم. رسالة أخرى كتقول شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج والميد غاديو كاملة، أنا في عمري 18 عام مخطوبة وبغيت غير نسول الأستاذة أمل كيفاش نتعامل مع الوسي، حيت هو ربما حسب ما فهمت ما كملش الميساج، ربما كيدير شي تصرفات ما هماش، هي كتقول كيفاش نحد الأمور، هي مخطوبة وكتقول كيفاش نتعامل مع الوسي، يعني أخ الزوج ديالها، أخ الزوج ديالها تخلي بينها وبينه احترام، تعتبره أخ ديالها، إلا كان كبر منها راه أخ ديالها أكبر منها تحترمه، وكان صغر منها حتى هو أخ ديالها وتحترمه. الاحترام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، فبالتالي يكون واحد النوع ديال الأخوة، أخوة تامة، لأنه هو كيتعتبر هي بالنسبة له الآن محرم، إلا زوجت بالأخ ديالو غتكون محرم، يعني محرم عليه. نعم محرم عليه. ثم تخلي واحد النوع ديال الموده وديال الرحمه والمعامله الحسنه، ولكن في حدود، تكون حدود، في تكون حدود، ما تكونش يعني واحد مخالطه كثيره، وما تكونش باش تجنب اي سواء كانت المخالطه في حضور الزوج ديالها في حضور أكيد. الاهل ديال الزوج باش ما يوقعش تعلق. احيانا كيوقع تعلق مع تقارب السن في بعض الاحيان، او لك يقدر يوقع شي حوايج اللي محظوره لا قدر الله، فالانسان يبعد عن الشر ثم كتلتزم بالحجاب ديالها امامه الى غير ذلك، فهو ماشي اخ ديالها شقيق او لا كذا، وانما يعني هو محرم اخ الزوج ديالها، فبالتالي وان كان هما باقي متزوجوا شيء، لكن دائما لا ماشي محرم، هو محرم عليها محرم، ولكن ليس بمحرم. نعم ليس محرم ديالها. نعم. ف
فبالتالي تخلي دائما واحد الحدود بحال لك تتعامل مع شخص اللي هو غريب ولكن جاء عندهم الدار ترحب به تعامل معه أحسن معاملة تناصح وياه يعني تعاملوا معاملة ديال المقربين. نعم. رسالة أخرى كتقول سلام أنا إسماعيل من الرباط، اختي لكن ممكن هدرتوا على نفسية ديال المرأة اللي كيخونها راجلها بحال إلا الراجل هو الشيطان، بغيتكم تهضروا على النفسية ديال الرجل ملي كتخونوا مراته، راه كما كاينين رجال خبات كاينين عيالات خبات. شكرا. صحيح، حنا ما استثنينا حتى شي واحد الأطراف بجوج تكلمنا عليهم. لا يعني هنايا ربما ما ركزناش على خيانة المرأة لأننا نستبعدها، المرأة بطبيعتها كتبغي الزوج ديالها والمرأة بطبيعتها كتكون وفية أكثر لحياتها وعلاقتها الزوجية وكتحاول وكتدير يعني جهدها التام باش تحافظ على علاقتها مع رجلها، ففاش تكون خيانة كتكون حالة استثنائية، وفي الغالب أن الرجل ملي كيعرف أن مراته خانته كتكون هذيك نهاية ديال العلاقة الزوجية. فالحين كتقدر توصل للجرائم لا قدر الله. لا قدر الله، حنا ما بغيناش نوصلوا للأمور هذه بحال هكا الشكل هذا. الى وقع بيناتهم شك بان الرجل شك بان الزوجه ديالو اتهمها بالزنا، هنا تيوقع بيناتهم اللعان وتحرم عليه ابدا. صافي اتهمها بالزنا كتطلق منه، كيطلقها ما كيقتلها ما كتقتلهم يعني باش احنا كنتكلموا على الجماعيا. نعم صحيح، لكن هو في الدين يعني اون فوا كيشك فيها تحرم عليه. نعم يضبط نفسه ويضبط المشاعر ديالو وصافي ما صلحتلوش هاد السيده غير صالحه خانته او لا شاف شي امر اللي هو غير طيب يتفرقوا. يعني جميل يعني جدا كنا مستحضرين هاد الصوره اتفقنا. مرحبا اهلا وسهلا، نكملوا مع بعضنا، كنحترموا بعضنا، كنحبوا بعضنا، كنحقوا الاستقرار النفسي والجنسي والعاطفي لبعضنا. نعم. اهلا وسهلا. ما اتفقناش ما دار ربي جوج دريوس الا باش يكونوا مرتاحين. اللهم احسن انسان يطلق ويشوف طرف اخر اللي يمكن يعيش مع حياته او لا يقبل انه يعيش حياته بدون الجزء الاخر. نعم. او انه يكون متزوج وكيغدر هذيك المراه ولا كيغدر ولا كتغدر هذاك الراجل. يعني كاين حلول يمكن انه الانسان يلقاها، حل شرعي، حل اللي ما كنأديوش فيه ناس اخرين وما كنتكبلوش فيه اثام كبيره، وكل واحد ما عطاه ربي. للاسف حنايا كنبقاو نحاولوا وكيحاولوا الناس انهم ينتقموا يطمسوا وينتقموا انهم يحلوا المشكل بواحد الطريقه اخرى باش كي لان الرجل مثلا خانته الزوجه ديالو كيعتبر بان مساس بالرجوله ديالو بانه ما اعتبراتو شيء او لا، راه نفس الامر كتحس المراه كتحس كذلك، ولكن غير التصرف ورد الفعل ديال الرجل تيكون اقوى من ديال المراه. نعم. لكن هنايا تنوقفوا تنقولوا ليه رجع الله سبحانه وتعالى مصلحه لكش هذيك السيده صافي يطلقوا ويتفارقوا ابدا. نعم. رساله اخرى كتقول السلام عليكم الله يجازيكم بالخير، بغينا الاستاذه تتكلم على الترغيب في الزواج، فضل الزواج، احكام الزواج، شروط الزواج، وشكرا الله شكرا لكم جزيلا. سبق وتكلمنا على هذه المواضيع ولكن ان شاء الله نعاودوا نحينوها في شكل اخر ومن زاويه اخرى. رساله اخرى كتقول انا سيده المشكل انه جاتني رساله مكتوبه عن طريق البريد ان زوجي يخونني مع امراه متزوجه ولكن انا كنثق في رجلي، اش ندير في نظركم؟ الحمد لله قاي كتثقي في رجلك. الحمد لله. هذا يعني جاوبتي انت على 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 راسك على هذا الشك. ودائما الشك يدفع باليقين، انت عندك يقين تام في الزوج ديالك صافي استمر على هذا الامر. ربما كاينين بعض الناس الله يهديهم تيخلقوا واحد المشاكل، ربما يكون غير اعجاب من طرف شي وحده وتتعتبر انه خيانه. نعم، باش كتبقى هذيك الشك بين الزوجه وهي كتولي كتنبهوا لشي امور اللي ما كاينه شيء، فتنقولوا لها ما توقعيش في هذا الفخ، الله يجازك بخير، تبتي عقلك واستعني بالله سبحانه وتعالى ودعي الله تعالى حتى الا كان لا قدر الله، وان كان حنا كنستبعدوه تماما لان قلتي كتثقي في الزوج ديالك، الا كان معاملته حسنه ليك، الدخول ديالو معروف، انسان كيتقي الله تعالى، فما كاينلاش يوقع الانسان في هاد الشكوك. وعلى اي حال الزوج ملي كيخون المراه كتحس سبحان الله، يعني هذا احساس كيجي يعني الرجل ملي كتغير السلوك ديالو او ملي كيدير شي تصرف معين اكيد انه كاينه واحد البوصله كي قلتي استاذه امال كتحس بها المراه. ما دام الثقه ثابته فهذا دليل على انه فقد كيد العزال كما كنقول. نعم صحيح. ناخذ رساله اخرى كتقول السلام عليكم انا عزيزه، زوجي ما كيعاشرنيش الفراش الا كدوز شهرين عاد كيعاشرني، ما عرفتش ندير في دوني، الله يجازيكم بالخير. هنا كنبحثوا على السبب، الا كان
مشكل عضوي جسدي عند الرجل فكاين علاجات ولله الحمد كيتوجه عند طبيب مختص في العلاقات الجنسيه الى غير ذلك فكيوقع هنا العلاج وما يمتنعش الرجل هذا الامر لا يمس برجولته لانه العلاقه الحميميه والعلاقه الجنسيه راه كتخلق واحد الاثر طيبه على نفسيه الرجل وعلى نفسيه المراه فخصوصا يعني في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه كاين مجموعه ديال الفيسان مجموعه الامور فباش كيحصل التحصين ثم حتى الا ما كانت شيء ما كانتش مؤثرات خارجيه غير هذيك الموده التي تخلق سبحان الله بين الرجل وبين المراه في فراش الزوجيه لها اثر طيبه وانعكاسات حسنه على العلاقه بيناتهم في امور اخرى ان فراش الزوجيه يؤثر على علاقتهم خارج الفراش نعم لا في تربيه الابناء لا في التعامل لا في الطمئنان لا في الراحه النفسيه لا في المحبه لا في الكلام الطيب هذه كلها مؤثره فبالتالي هو ما يمتنع شيء انه يمشي عند الطبيب وهي تساعده كذلك في هذا الامر مساله خاصها توضع على الطاوله ويتناقشوا فيها الا كانت مشاكل اخرى نفسيه كذلك تعالج عند مختصين نفسيين الا كان شي سبب اخر فيه خلاف او كذا بين الزوجين يحاولوا انهم يعالجوه المهم انهم يطرحوا المشكل ما تحشمش انها تتكلم في هادشي راه ربما المراه كتحشم تكلم في هذا الجانب هذا ما تحشمش لا وهذا لانه كيف ما هو احتياج الرجل احتياج المراه والشرع كيكفلوا ليها وكيكفلوا لي النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى ان تمتنع المراه عن زوجها علاش قال انها ان امتنعت عن زوجها تلعنه الملائكه حتى الصباح الا بات عنها غاضب الا كان يعني هذا الامر تسبب ليه في اذى نفسي هو بات ما راضي شيء لان الغالب ان شهوه الرجل تغلب على شهوه المراه فبالتالي ما جاش حديث اخر اللي تيقول ان الرجل الا امتنع على الزوجه ديالو راه ملعون الى الصباح لان من باب التغليب الغالب فيعني في الغالب ان المراه اذا كانت عندها رغبه الرجل يلبي لها تلك الرغبه في حين ان رغبه المراه الجنسيه تكون اقل من رغبه ومن يعني الاراده الجنسيه للرجل نعم. فبالتالي هذه الامور هي من حقوقها الشرعيه الثابته وحتى انها يؤجر عليها المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقه فبالتالي ان واقع زوجته يكون له في ذلك أجر وثواب والحسنة بعشر أمثالها تكون عنده عشر حسنات حتى أن الصحابة رضي الله عنهم استغربوا من هذا الأمر قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أن يكون عليه وزر قالوا نعم قال وكذلك يعني سبحان الله هذه أمور من حقوق ثابتة بين الزوجين نعم رسالة أخرى كتقول سلام الله عليك أستاذة أنا كنت ربطت علاقة في إطار الزواج ما وصلتش لحد الزينة ربما كانت كتعرف كان بينهم كانت كتعرف رجل متزوج ويعني من اكتشفتها لأنه ما كانتش عارفة من اللي اكتشفتها بعدات كتقول أنا دابا مزوجة ورجلي بعيد عليا شي مرات كنقول أش راه يدير وهو بعيد عليا وتيطيح في بالي هذاك الشخص المتزوج اللي اكتشفت باللي كان كيكذب وكان كيغدر مراته لا اله الا الله هنا اولا تنقولوا ان مساله العلاقه بين الرجل بالمراه هي يعني خارج اطار الزوجيه ماشي محرمه فقط على المتزوجين على غير المتزوجين كذلك خصهم يكونوا مستعففين لأن الله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إذا حتى يفتح لهم الله تعالى باب الرزق وباب تهيئة للزواج فإذا المسلم والمسلمة يحصنوا نفسهم والشباب المسلمين يحصنوا نفسهم إلى حين الزواج وكاين سبل ديال التحصين إلى حين الزواج كاين الصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني القدرة على الزواج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا حكم عام في الرجال وفي النساء في الفتيات وفي الفتيان فحتى الفتاة تستعين بالصيام إلى حين التزوج أما باش تربط علاقة غير شرعية مع رجل وتقول أنها لم تصل حد الزنا هي كذلك غير مرغوب فيها يعني شيء لمنهي عنه شرعا لأن أي خلوة محرمة بين رجل وامرأة فهي حرام ما يسكر قليله فهو حرام كثيره حرام نعم صحيح هنا ما تبقاش تخلي هاد الوساوس هذه ربما رجلها يكون إنسان اللي هو عفيف إنسان اللي كيتقي الله تعالى هنا علاش خصنا ناكدوا دائما على الوازع الديني وعلى الاختيار على اساس الدين باش يكون الاختيار على اساس الدين انسان تيكون مطمئن نعم. صافي زوجك عرفتي انه تقي مؤمن يخاف الله تعالى ولو لم تكوني حاضره فصافي ما كاينلاش يبقى نقاش هذاك الماضي استغفري الله تعالى منه ونسيه انت تماما وهو كذلك
يكونوا تكونوا محسنين وتعاونوا على تقوى الله، والله تعالى راه هو الرقيب وهو اللي غيكون معاه دائما. نعم. حتى ما غتكوني شيء، فنسال الله تعالى ان يجمع بيناتهم في خير يا رب. فاصل اعلاني ونعود لنواصل. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدة النساء. تحيه خالصه لكم اينما كنتم واينما وجدتم، وغادي نواصلوا في استقبال مكالماتكم دائما على 0522 46 72 50 51 52. ناخذوا معنا سي العبادي من سمارة. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي معك العبادي من سمارة، مرحبا سيدي. الموضوع هذا. مرحبا سيدي، تفضل الله يطول عمرك. اختي كنقول لك السيد اللي كتحرش بها ديك الانسانه هي، تفضل. هذاك السيد اللي بغى يتفادى السيده وبغى يتبعد منه عنده الحل. بلا ما يدوز لها مرته ولا والو. تحاول المره الاولى يكون عليها يقين، المره الاولى لا عيطت لي ودار فيها. والمرة الثانية يتسيف عليها. نعم. المرة الثالثة غادي يكثر عليها زعل عيطت لي. صحيح. يعني يستعمل معاها في أكيد بين التصرفات. قداش غادي تصوني عليه؟ غادي ترجع الراجل، غيبقاو لها جوج حلول، يا يعني إما تطلب طلاق من راجلها، يا يعني إما تستمر مع راجلها وغادي تكمش. هذا هو الحل اللي كاين. وعندنا اختي شي بنوت ما كيحشموش في هذا المجتمع. الله لا حول ولا قوة إلا بالله والله. المرة إلا ما عجبهاش راجلها خاصها تطلب طلاق. تكون عندها الجرأة. والراجل اللي ما عجباتوش مرته تكون عنده الجرأة. هذاك الشيء اللي كاين بلا ما يخسرونا ويخسروا مع سيدي ربي ويخسرونا هذا المجتمع. لا اله يصلحوا الى القوم يتصلحوا. الله يعطيك الصحة سي العبدي، شكرا جزيلا لك وتحية لكل الناس السمارة اللي خطيك. نمشيو ناخذوا معنا مكالمة تالية معنا أم الحسين من ميدلت. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك لالا. عواش لكم مبروك. عنينا وعليك لالا باش ما تمنيتي إن شاء الله. اسمحي لي كنت مجده هضره كثير بين نقولها ولكن دابا صافي. على راحتك تفضلي تكلمي كي بغيتي. بغيت غير ندخل عند المواضيع اللي طرقتوا ليها اليوم. بغيت نقول بان فعلا كاين الناس اللي ما شاء الله عليهم ما صعيب التعامل معاهم، تلقى مواضيع بحال هذو وعلاقات انسانيه بحال هذي تقول واش المجتمع فاش عايشين. والله يعني انا بهول الصدمه اليوم من جوج حالات اللي خلى هذاك وليت غير كنضحك تلمو ما تلمو عقلي ما كيستوعبهاش. كانني كنشوف شي فيلم كوميدي وما بغيتش ما بغيتش نتيق دوك لي سين اللي فيه، يعني عجيب جدا. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. المهم التدخل ديالي انا بالنسبه لي انا كنشوف بان المراه او الرجل واحد فيهم يصبر مع الاخر. كان عندي مشكل عند الرجل، مرات توقف معاه كما يجب بلا ما تخمم بان فين يقول عليا فين تعالي تقول عليا. شوف ربي اشنو مثلا مش ليها من بعد ما توقف معاه. نعم. اولا الرجل المشكله كاينه عند مراته، يدير اي حاجه كيف ما كانت باش ما تكون بخير ومرتاحه ومرتاحه دارها ومع وليداتها باش حياتهم تكون زوينه ومستمره على احسن ما يرام. وهذا الشيء بالنسبه لي انا الشيء اللي وقع لي انا ورجلي الحمد لله دائما ما شاء الله دائما المشاكل تبارك الخالق وفيما خلق. تبارك الله. المشاكل ديما كاينه ما يمكنش تفوت فيما انا ما تكونش شي مشكله، ولكن هذا الشيء اللي قلت لك هو اللي تنديرو. كانت المشكله عندي انا توقف معايا بواحد الطريقه ويساندني وكل شيء. الحمد لله. بالنسبه لي هو تكون هو عنده شي حاجه راه ناقصه لي معاه ونسهر ليل ونهار كما تنقولوا. نعم. الحمد لله احنا غادي نبقى بقى. الله يوفقكم للخير يا رب. الله يخليكم بعدكم. الله يهدي الجميع. امين امين. خير دعاء. والله يوفق هذه الاذاعه. مرحبا لالا. لا لا خطيك وريتوني انا فعلا الطريق ديال بصح. مرحبا لالا. الله يطول لي عمرك بفضلكم وبنوركم. لا لا خطيك لالا. الله يبارك. تحياتي تبارك الله عليك وصباحك مبروك. صحيح. يعني هذا المنهج يعني صحيح. الخلافات في العلاقه الزوجيه كتكون قادره ما يمكنش نفيوها تماما، ولكن المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لا يفرق مؤمن مؤمنه إن راضي منها خلق إن ساخطة منها خلقا راضي منها آخر. فبالتالي إلى ما عجبوش شي حاجة راه كاين شي حاجة أخرى اللي هي مزيانة. ما يمكنش هذا الإنسان أو لهذا الإنسان اللي فيها كلها عيوب راه ضروري ما كتكون. فبالتالي باش كيمشي هذاك القطار كيكون تجاوز وكيكون تراضي وكيكون تفاهم وتكون حوار باش كتحل المشاكل وتيمشي. نعم. غير الانسان تكون عنده بعض الاسس اللي تكون حاضره اللي من هاد الدين لعدم الغضب والتريث في مجموعه الامور، انا داك كتكون السعاده متحققه وكيكون توفيق الله تعالى. نعم. حاضر. وناخذ معنا اخر مكالمه قبل ما نرجعوا لبقيه الرسائل معنا لفاطمه الزهراء من فاس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي مرحبا. عافاك انا بغيت وعندي واحد السؤال يعني بالنسبه للاستخاره واش كنبغي نديرها على شي امر ما يعني واش نعتمد على انشراح القلب او لا يعني الا شفت شي حاجه في النوم ولا الرؤيه. والسؤال الثاني باش يجيك بخير يعني بالنسبه يعني واش حرام ان بنادم حدا بيهز هكا يكتب شي ايات قرانيه في شي ورقه ويهزها معاه واش حرام ولا حلال؟ هذا هو السؤال ديالي يعني واش يكتفي انه يقراها او لا يعني بغيت نسول السؤال باش يجيكم بخير. مرحبا تفضلي دكتور عمر. نعم بالنسبه للاستخاره هي امر تنوضعوه بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل ما ناخذوا اي قرار كيخصنا نستخروا الله تعالى. نعم بالله. فما خاب من استخار ولا ندم من استشار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاستخاره بعد ما كنديروا ركعتين من غير الفريضه نافله وكنقولوا الدعاء كنشوفوا يعني كيف ما قالت السائله كنشوفوا انشراح ديال الصدر وتوفيق الله تعالى في ذاك الامر. فماشي بالضروره نشوفوا رؤيا او لا مثلا وانما كيحصل توفيق الى الله تعالى وفقك في ذاك الامر هذاك هو الخير. الى الله تعالى جنبك هذاك الشيء راه هو اللي ما فيش الخير. نعم. فبالتالي ثم كيكون حتى احساس المؤمن لان فراسه المؤمن لا تخطئ حتى هي كتصدق بعض الامور كتشوف بان راه هذاك الامر ربما ان شاء الله تعالى في خير ولكن انسان يستخر الله تعالى ويستشر الناس كذلك. فاستشارة الناس مهمة في أي أمر من الأمور. نعم. ولكن كان بدأوا دائما باستخارة الله تعالى. مسألة كتب آيات كتبت آيات قرآنية وحملها في فالأولى وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة القرآن الكريم وهو تحصين النفس بالقرآن الكريم من أذى الشيطان ومن أذى الجن ومن أذى الناس. فإذا كنقرأوا الآيات القرآنية والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء. نعم. فهذا هو الثابت. والإنسان اللي رددها راه كافية ما يحتاجش أنه يهز معاه حتى شي حاجة مكتوبة. فإلا قالها راه سبحان الله يعني كيحصن نفسه كيكون ان الاذى ديالو يعني بعيد جدا تيكون الاذى من طرف الاخرين بعيد وثم ان حتى نفسيته وضرات جسمه كتكون كلها مشبعه بذكر الله تعالى. نعم. رساله كتقول انا ليلى من البيضاء رجلي قطع والديا لاسباب ماديه في عمل عائلي ومنعني نشوف والديا. نعم. ليس من حق الزوج أنه يمنع الزوج ديالو من أنها تشوف والديها لأن حق الوالدين هو ثابت بالكتاب وبالسنة ومن أعظم الحقوق على الإنسان. فبالتالي هذا الخلاف هذا ما غادي يزيد غير تفاقم اللي منعها. عوض أنه يمنع يحاول يلقى حل معهم أو لا هي كذلك تدخل يعني شو تقدر دير دم تحاول أنها تصلح الأمر بما استطاعت. إلى كان مشكل ما في حالة إذا تعنت إلى تعنت يعني آخر مرحلة أنها تبقى تشوف والديها ولو أنها مثلا في الوقت اللي ما يكونش هو حاضر باش يعني تداري. نعم. باش ما يديش داك الشيء نفسانيا ربما هو كيتذكر الا مشات يعني ولا كيتذكر هذاك الامر. وان كان ان شاء الله تعالى هذا الامر غيكون عنده حل الا استعنت بالله تعالى. الله تعالى قادر على كل شيء. نعم. فتستعن بالله وتكثر من الدعاء والله تعالى غيالف بين القلوب وغترجع المياه لمجاريها. ناخذوا معنا اخر رساله غنختموا بها من عند اسماعيل كيقول بغيت نسول الدكتوره الا كان ممكن انا بغيت نتزوج ولقيت انسانه رائعه تفهمنا وهضرنا مي الوالدين رفضوا حيت ما تيقينش في القدرة ديالي مي أنا متأكد من راسي شنو ندير جزاكم الله خيرا. كنظن بأن أي والدين كيبغيو وليداتهم يتزوجوا وكيبغيو ولدهم أنه يحصل نفسه أنه يتزوج. هنا امتناع الوالدين غيكون عنده شي سبب اللي هو مقنع أكثر. كونه أنه هو غير قادر هنا غادي نعالجوا المشكل. فين كتبان لهم عدم القدرة ديال الابن ديالهم؟ إذا كانت قدرة مادية نعم يتريس حتى يحصل انه يستطيع ينفق على الزوجه وينفق على الابناء وينفق ويفتح بيت لانه الزواج راه مسؤوليه راه ما ساهلش. اكيد الانسان ما يجيش ويفتح بيت. ثم اذا كانت القدره ديالو النفسيه او العاطفيه ناقصه وعارفين بانه الا دخل الزواج ما غاديش يحقق السعاده بالنسبه ليه وما غاديش يحقق واحد الموده والرحمه راه هنايا غيبقى يدير واحد التكوين نفسي وتهيئ عاطفي ليه عاد يدخل مؤسسة الزواج وهذا امر طيب لان الانسان خصو يستعد ماديا ونفسيا للزواج. نعم. وعاطفيا. نعم. شكرا جزيلا لك دكتوره امل نعمي واعده استاذه حساب العلوم الشرعيه ما سخيناش بك
حلقه اليوم كانت حلقه ناريه، نسال الله التوفيق، ونتمنى ان الناس اليوم من خلال هذه الدردشه هذه ربما قد نحيي ضمائر ناس ماتت إن شاء الله، وربما قد نساهم في انه يراجعوا ناس نفوسهم، وربما تكون فرصه باش نوضعوا يدينا على الخلل اللي صبحنا كنعيشوه للاسف والعياذ بالله، يعني ولينا كنسمعوا قصص غريبه جدا. نسال الله الكفاف والعفاف يا رب. شكرا جزيلا لك الدكتوره امل نعمي واعده، استاذه بحيثة في العلوم الشرعيه. نشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم، استقبل مكالماتكم وفي الهندسه الصوتيه. دمتم في رعايه الله مستمعينا الكرام، والى اللقاء.